والله شغل بختلف. وحياة الله شغل بختلف. يا اخي وحياة الله شغل بختلف. الحاصل شنو؟ زمن الباجة الوقت ده كانوا في كيزان وإسلاميين، جول الغحاتة ديل نشفوا ميتين نزاد. عسكري جا بوليس قام جرى ولا شنو ما عارف. يا اخو حياة الله زوج ما عندهم. لكنها اتغنت لي نسور الجو. يا اخو سبحان الله، انا الغنية ما تميتها للنهاية، اكتشفت الليل انها غنت للجيش. قلت لي قدام الطائرة بعمل لك علامة رفع الكسكتة، قال لي مع السلامة. طبعا زمن الكسكتة ده يا ابني يا غسان، ذكر في الوقت داك امبارح طلعت دفعت جلاو وطارق. الله يا بعدين واحدة لطيفة قلت لك يا أخي بالراحة على صرف ده عمره 60 سنة. برهان بخليه يوصل 60 سنة. قال 60 60 مع البرهان وين يا صاحبي؟ أسأله جري منه 2 سنين، أسأله والله العظيم أنسى بس. قال لي قال 60 60 بوين مع البرهان يا صاحبي؟ 60 يشوفه قدام بس. امبارح قال لك يا أخي الكاميرا فتحت وبتاع شنو عارف، حاولت تفتح وكده ضو دخل ليكم ضو بتاع. مرات لو هبشت الشاشة بتقلب الكاميرا اللي قدام فيها سنسر عالي، فأي ضو أي حاجة بجيبه ما بتفتح. قال له قال صرفه لابس قميص ابيض مع البران ده، انا عندي حاجه واحده البيضه اللي هلبسها. والله لا قميص ابيض البسه وين؟ الله قال له 60 60 مع منو يا صاحبي؟ الله قال له قال 60 يا لا احنا اللي عشنا ده كفاية خلاص لحد هنا. شفنا يعني ما اكلته لكن شفت السكولبان ايه، عرفت شلون؟ تاني شفت شنو في الدنيا دي حاجة ظريفة؟ الكجيك ان شاء الله في الجنة احنا نكون شادين حلة كجيك، طعم كعب عديل لكن عنده ريحة كده مبالغة. كجيك وقراصة في الجنة تلقاني شادين يوم الجمعة إن شاء الله. سأل الله كلنا لينا وليكم الجنة، طربنا فوق يا صاحبي. الواد الشاعر بتاع الغحاتة ده برضه نجيبه أنا والواد غسان إن شاء الله، نعمل في الجنة إن شاء الله. برجو من النار عصاري كده يقعد يشبك البت الحديقة الظريفة. وقام جاري دعامي ووقع، وقعنا نرجعوا النار تاني ما اي حاجة مجابة ولا شنو اخوانا بجد والله. بعدين يعني مثلا نقول مسكك ارق في الجنة، مسكك ارق 600 سنة ما في نوم، بس اكون راقد كده منبضح 600 سنة، تجيب عمر الدقير ده يقعد ينضم لك. المجد للساتك، المجد للساتك. انا ما بنشوفكم الا في جهنم ان شاء الله. اصري كده الواحد يولع. طبعا هناك في الجنة احنا ممكن نشرب سجاير يعني، الحمد لله في الدنيا دي الواحد كده يعني. حمد اقضي طبعا بيكون مولع شيشة بس تشا في راسه ده فايدة شنو يعني.
انا حيجيني ارق في الجنة، حياة الحرمين نفسنا منها في الدنيا دي كلها. اول حاجة الساعة 2 صباحا انا اجي داخل الجنة سكران، 2 صباحا اوقف الناس دي كلها تيبها، اتعاملتوا فينا في الدنيا ده خلينا نلقاكم قدام، بس ما بتنوموا معي، دي واحدة من الامان يعني، عذبتونا عذاب شكورية ديل، ان شاء الله ربنا يتوب عليكم وتخشوا هناك ما بتنوموا معي 6000 سنة. خدت لي الحوت ده كده حوت كامل وديناصور ده العشاء، والله اجيكم اوريكم كتاب، اوريكم ورجغة لمن تآمنوا. حارمين روحنا في الدنيا دي عذب، قديت اضار تذكر تجي تشبكني، هذا هذا الهلال على المريخ ده، وحتى ذاته انت سكران كلامك فارغ، يعني انت واعي كلامك فارغ وسكران كلامك فارغ. احنا متحملين كمية من سكرية في الكوكب في السودان ده تحديدا، واحد يشرب له قزازة عرقي بالكيس، زمن الكيس داك طبعا ده دفعت ناس، يعني لو كنت دفعت ناس طارق الجب جابوه بالكيس، كيس النايلون داك مربوط ده من العبقري اللي كان مربوط الكيس كده بالجنبتين ده، في ربطة الكيس بتاع العرق دي بيربطوها ناس الفول برضه، كيس الجيلاني ايوه ذكرته كيف ده نفسي الله يلا كده كرهتونا العيشة ذاته، انا ما ورجو بيته الليلة اللي نتغلب ستة نقول له مين هيثم، والله يا هيثم تعرف الدقة، والله العظيم اعمل فيكم عملية اجيبكم كلكم جمعون عظيم الط، تجيكم داخل الساعة 2 صباحا شليت شليت جد، اجيب الارايك بتاعتي ده معايا من البيت، مش قال على الارايك يجلسون، انا اجيب من البيت شفتها كسر لكم فوق راسكم بنية كده لما انت امنوا، الله جد ما بخليكم خلوني بس امشي قدام. وبعدين داير لي برضه 4000 سنة اتعلم فيها الكمنجة، عذبتونا عذاب، شفت اسبيكم نييييت ييييت ييييت ييييت، دي 6000 سنة تخلوها عديل تبورجوا الله يعني نسأل الله يعني بحبه لنا مش بحبنا له، بحبه لنا يعني شواهد وعلامات حب الله للشعب السوداني والله واضحة وظاهرة وعلامات كبرى والله والله وكرامات يعني الشعب ده عشان يدخل مرحلة الحرب مر بمراحل استنزفت فيه كل الطاقة، وأول طاقة استنزفت فيه الثقة، وأول طاقة استنزفت فيه الإيمان. إحنا في 30 سنة الأولى النموذج اللي اتقدم بتاع لا إله إلا الله هو كان البسرق والبكتل حاضر والبرشي والبرتشي، الناس أول حاجة اهتزت في عقيدتها، بتقول للزول يا أخي تلقاه تقي وحافظ، والله أنا في عارف ناس بيختم المصحف 10 و20 مرة في الشهر ما عنده لحية، ما بتعمل لحية ليه؟ لأن والله يا أخي هبقى زي الكيزان. ده كان نموذج خطير هبش الناس في عقيدتها، وتتوج الأمر إلى إنه إحنا نطلع الشارع في 2017 بالأعلام في شارع النيل نقول للأمريكان خشوا السودان، والله عملناها بالمناسبة الناس عملتها، وردت أمريكا الجميل رسلت لنا كنتاكي عن طريق أسامة داود، الناس عقيدة كانت. بعدين جات الثورة، الثورة دي هي خلاصة إيمان البشرية، لما الواحد يكون منتظر المخلص والمخلص ما يجي في النهاية يقول لك أنا زول بتدرع سيفي ده وبطلع بغير، طلع مش غير لقى الموضوع صادم وما قادر يتكلم. يا اخوانا احنا ما طلعنا للعرق يكون مجان والبنجو يكون تحت لا لا ما طلعنا لدي، ما بتقدر تتكلم، لكن
انت كده مخالف لرموز الثورة، وانت كده مخالف لرموز الوطنية. طيب يا اخي، انتوا ما قلتوا ما حتقعدوا مع القتلة والكده؟ لا، انت كده بتطعن في رموز. تتكلم في خالص سيرك انت؟ ده منو ديه اللي بيتكلم في البدوي ديه يا اخوي؟ الكلام ما منطقي. لكن بعدين افقر الناس افقار، لا يمكن انت تقعد مع نفسك تقول انا عملت شنو. الرغيفة بجنيه سلمتها ب80، هل ده منطق؟ لا. الدولار ب45، خلوه لي ب550، الليلة وصل 2.5 مليون. هل انا طلعت ليدي؟ لا. ب 45 جنيه الليله انا بتكلم عن 400، 2 مليون و450 في 3 سنة. الناس كانت خلاص يعني. بعدين جو ربوا جيل في فتره معينه، الجيل المتمرد. اسمع، راجلي قال لك يا طلقي طوالي، طلقي. وحنان حسن قدمت نموذج بتاع سنجل، الأم شنو الأم السنجل يعني، كانت عامله لها هاشتاج كده، والأبوية واسمع المساجد دي يا أخي الصباح بتزعج فينا يا أخي. السودان ده كله ما بيشغل، لكن مع الشيشة بتخد فوز ساون، تقعد تشرب في الشيشة وتسمع في راب لحد الساعة 5 صباحا، ومزعج الحلة كلها. لا، دي اتقفل الجامع والناس. اسمع، زمن الخداع بتاع الدين ده ذاته انتهى يا زول. يا اخي اسمع، ده اللزان ده الجامع اصلا نظامه كده، واحنا قمنا على الحاجة دي ومتوطنين عليها. لا لا يا زول، وطس الصوت بتاع المسجد ده. مزمل اطلع يتكلم في الموضوع ده؟ لا، ما بنقدر نتكلم في الحاكم. لكن الطرق الصوفية يا مزمل، قول قال الله وقال الرسول. الجامع بيتخفض الصوت. قال الله البدوي، أحمد البدوي الشيخ الماشي مع مزمل، شيخ شيك، والتاني اللي اسمه شهاب داك بتاع كان النقاش خشمه كبير. اسمع، لا نتحدث في الحكام أثناء حكمهم، وإنه يعتبر من الخروج على الحاكم. أيتها الأمة الإسلامية، أن من خرج على حاكمه وولاية أمره. يا حبيبنا الزول اللي قفل الجامع البيت بتاع الله، وزير الأوقاف جابوا لنا شهاده، عنده شهادة 4 سنة، ما معروف حق شنو. وفي السي في حقه مكتوب إن هو مدرب فريق ربك بتاع الناشئين وفريق المسرح. الزول جانا رابط مفاتيح في القيادة العامة، رابط حرامي بس لص، أسوأ زول من ناحية أي كفاءة. المالية جابوا ليها البدوي، الخارجية جابوا ليها عمر قمر الدين بجوازه من أمريكا، حمدوك ادوا الوزراء، جابوا لنا احنا الأوقاف دي. قال والله أنا لو جيت بفتش الناس اللي بيعبدوا الأوثان. ما انت ما قادر تستوعب، الاوقاف ما عندها علاقه بالاوثان. ما كل الاديان قاعد تدي اوقاف، دي حقه الدين الاسلامي بس. قال لا، احنا نقسم المساله دي، وعشان كل واحد ياخد حقه. حبيبنا انت وزير اوقاف الدين الاسلامي، الدين المسيحي ما عنده اوقاف، الدين اليهودي ما عنده اوقاف، الوثنيه ما عندها اوقاف. لا ده جانا قال لنا خالي حميتي يا اخي، خلخل ميتينك يا اخي. فالناس كانت ماشية في المرحلة دي من الانحطاط والعزيمة والإيمان الزيرو، جاتهم حرب. سبحان الله والله، بعد الصمود لا جاتهم حرب. حرب وين كمان؟ جوه البيت، وجوه البيت كمان جوه مرة الزول. يوقفوا الراجل، اغتصبوا لهم بيته ومرته قدامه، تقول له تتفرج، وبعدين يدوك طلقة زي ما شهادة الزول. الواد ده الشاب ده مستنفر ده، سمعته بيتكلم عن أسرة كاملة قتلوها كيف؟ ثم يشاء الله عز وجل إن الأمة دي تنهض، والله العظيم، والأمة دي تتصدى لكل التآمر ده. وهسي إحنا داخلين بأغنية،
قال لي احنا نوديه لك جنيفا من اضنينهم. قلنا له جنيفا ما في. قال جنيفا في. قلنا له جنيفا ما في يا زول، والله قاعدين داخلين بغنية كمان، والله العظيم داخلين بشنو، بكتم. قال له تدب كده، كلهم شغالين، الخواجه شغال، البرهان شغال، الخارجيه شغاله، خليفه دنقر شغال، حريه التغيير شغاله، جنيفا شغاله، عثمان مرغني شغال، عامل استفتاءات، الشفيع خضر شغال، كلهم شغال. احنا البلابس كنا شنو شغالين، مزكا، اغاني، عرفت كيف، صرف غايب يومين ثلاثه. هنا قلنا يا خسمه اجل العمل اليومي الى الغد. جينا في اخر لحظه قال في شنو، قالوا اسمع الجماعه دي البالونه صرفه في شنو يا صاحبي، قال الجيش يمشي في جنيف. قلنا الجيش ما يمشي جنيف. الجيش ما يمشي جنيف. قالوا خلاص امشي جده. قلنا جده ذاته ما تمشي. والله يا اخي طبيعه عملوها صوريه ساعه صرفر، بس نرد على الجماعه دي نودي الوزير نمو. ودوا الوزير نمو ما في مشكله، امشي ونيسون اجوا الناس من جي. قال لك اسمع جنيفة دي والله تأثر البتاع الخرابيط، تعالوا القاهرة الليلة. طبعا مشوا القاهرة واجتمعوا وانفض سامرهم وطلعوا بيان وانتوا نايمين. اول من صحيتوا الصباح يعني في الساعات الاولى لقيت ان الموضوع ده طرش اصلا. وكمان كتبوا قالوا والله احنا مستعدين نتلقى ونلتقي وفد القوات المسلحة في اي مكان وباي وسيلة اتصال، يعني ممكن يضربوا تليفون. انا شايف التلفون اضربه بس فلتون، بس شغل ده فلتون. ما احنا قلنا شغل ده فلتونات، انتوا ما قاعدين تصدقوا الكلام. قلنا البرهام ضرب فلتون لبلينكن، سلام عليكم يا بلكن، الامور والشعور، الاجواء عندكم كيف؟ اوه واشنطن دي سي يا صاحبي، توباك يا مان. قلت ليش اجنده شنو؟ لا خلاص يا صاحبي، لا تمام، بس برسل لك نمو ده. لا ما مشغول، انا سايق العربيه دي براي، بقيت بسوق عربيتي يا مدي، طلعت رخصه. الله يبارك فيك يا اخ. والله طلعت رخصه عامه. كمان مع علاقات، انت قال شنو؟ حفله شنو يا دول بسوق انا؟ خط المزاد. لا خلاص، لا انا من تمه، لا ما بقدر اجي جنيف. لكن اجي جنيف كيف يا اخي؟ سويسرا ذات عديل كده، سويسرا السواسرة يا صاحبي، جبال القلب، جبال القلب يا صاحبي، لا ما بقدر. لا دي الحمراء. لا الجو حار. ومنو جاي تاني؟ عوض؟ عوض منو؟ لا انا ما عرفته. ده عامي؟ لا ما عرفته. عوض منو؟ تاني سهام دي منو كمان؟ سكرتار شنو؟ وجايين جنيف؟ لا انا ما بقدر يا اخي، ما الناس دي حيبلونا يا اخي. عشان اركب الطياره دي زول ده قال لي لو ركبت الطياره ما تجي راجع. منو ده؟ لا ما خليه زول تاني كده. منو؟ صرفه ده منو كمان؟ صرفه ده انا قدره ولا لحم صدره؟ صرفه منو يا زول؟ كايرو؟ لا خلاص بنجي كايرو. ابي نيجي نقول هنا شنو في رحله استشفاء وبتاع، بس تلقونا كده في الصاله بتاع شنو، بس كلمتين تلتغى الوفد. حركه كده للاعلام. ما وجهكم ده انا اجمد ليك ولا اسوي ليش؟ شنو كل مره بنحافظ على ما وجهكم. خلاص قلت تلاقونا باي طريقه، اكتبوها كده باي طريقه وبتاع، ادوني اضربوا لي تليفون قلب الكاميرا ذاك. لا بعرف اشغلها. لا كاميرات ده زي لا اسمي شنو، الفيديو كول. الله يبارك فيك يا ابو الدسير، اكتب فيديو كول يا اخ، اجتماع مع الخواجات ديل. ما بنقدر. لا الجينز هاي كنت لابس جينز المظلله دي هاي، لقيت الزول ده والله صورته معاه وحبيبنا في الشارع. انا كنت ماشي اصلا،
والله وقفوني لما انتوا قاعدين في مصر ده، انا طلعت اصور بره يا الله. يا الله يبارك فيك يا لا خلاص قفل. قال لي يا اخي احنا طبعا يا ولا المنامه على الله قوم جدي يا اخي قدونا زي يا اخي، احنا امه مختلفه لا تستطيع ما بتقدر. كذاب كذاب كذاب، اقول لك كذاب يقول لك لا هنجيبكم من اضانكم، ما بتقدر اقسم بالله ما تقدر. القسم ده ما قسم سفهاء، ما بقى على الواطه، اقسم بالله ما السوق جنيف العربي ده ما نجد، واقسم بالله ما السوق جده العربي ده ما نجد. نجد ولا ما نجد؟ قول وفعل ما بتقدر كذاب. امريكا جابتكم والله جايب لكم المبعوث، المبعوث ده طبعا حقيقة حتى دي بتعجب الواد طه، والطه بيحب يتطالب حقيقة. أنا في مصطلح قاعد أسمعه بتاع ود الضيف ما قاعد أستخدمه، أنا ما قاعد أستخدم المصطلح ده، لكن هستخدمه في المبعوث الأمريكي. أنا اسمه ناس بيقول له توم جيري، وناس بيقول له توم دلجو كده. فهو حقيقة فيه جينات دعامية، وإن رجعت لأصله وفصله النسبي تلقى ما نظيف والله. ليه ده عامل ما نظيف؟ ما نظيف كيف يعني؟ والله ما عارف، هو بيقولها في الاعراس كده يقول لك الناس ما نظاف، ما عارف بيقولها اسمه تاني، خلي الراجل يقوله بعد الحرب دي ما تنتهي، نظيف ولا ما نظيف؟ بلبز يا صاحبي، امسك السمرجة هتخش الجامع، قلت لكم مازون في اي جامع تعاقد بس يا معلم. فاحنا هنسميه ود الفيزيتر، ما هنقول له ود الضيف، وده فعلا ود الفيزيتر شكله كده، ود زيارة زي والله العظيم. المهم هو بأخلاقه الدعامية ده عامل فيها الولد شيفز، وهو كرروك وأن أن الأمريكي بخدتها للبرهان وبخدتها لمجلس السيادة وبخاطبه زي ما داير. فقلنا لا والله كلامك ده ما بيجوز حقيقة دبلوماسيا. قلت الاول بالاول داير البرهان يجيك في جنيفا، التمثيل الدبلوماسي يكون قدره تجيب الرئيس بايدن، قال ما بيجيبه. قلت له تجيب وزير الخارجيه، قال ما بيجيبه. قلت له خير، هسه الليله في القاهره قاموا الامريكان خفضوا التمثيل الدبلوماسي، يهودا يهودا بيان طالع قاعد يجيبه من راسي انا يعني. انا قلت لك ما بتقدر، انت بتغالط فيني معاه من الشيطان والماسونيه، ما بتقدر كذاب. بلد دي محصنة مربطة قاعشة كارب يا صاحبي، ما بتقدر لا تستطيع. وانا حوريك الخيارات اللي قدامكم حسي شنو وحتعملوها. سمعتوا هاي عمل التش؟ يا جماعة ده حبيبتي بالشوشو. خليهم جادين. ده البيان حقهم. قال لك في تصريحات للبي بي سي، دينا أبي صعب الصحفية المعتمدة للأمم المتحدة في جنيف تكشف آخر تطورات الموقف هنالك، وتقول أمريكا خفضت تمثيلها في مفاوضات جنيف من سياسي إلى تغني عقب غياب الجيش. أنا قلت لك ما بنجيكم، ولو قدرت تقعد مع البرهان تجيب لي القدره، وأنت قلت ماشيين لموضوع بتاع مساعدات إنسانية، البرهان سياسي ما المفروض يجيبه سبب يجيبه هناك، والبرهان تنادوه برئيس مجلس السيادة عشان يجيب لكم القدركم وانتهى الموضوع. هسه الليلة قال لك يا أخي خفضوا المفاوضات بتاع جنيف من سياسية حولوها لتغنية. تغنية يعني شنو؟ دارين زول بتاع طيران، ودارين زول بتاع شوارع، ودارين زول بتاع نقل، يقعدوا مع بعض. اسمع هنوصله بشارع عبرة
بس النار هنيجي داخلين بأدري، دي الخريطة حقتنا، المسافة 700 كيلو، الطول ما عارف شنو، هنجيب في المحطة كده تزود بالوقود هنا. الموضوع ما محتاج الكاهن يمشي، والله شغل قدا قدا. انت ما قدرت تسمع الكلام، انت ليه بتسمع الكلام؟ انت ليه ما بتسمع الكلام؟ لا تستطيع، ما بتقدر. الشغل ده جديد عليكم، والله العظيم ما تواجهه امريكا في السودان جديد على، والله ولا هي ولا شيطانة ولا الخبراء ولا مراكز الدراسات الاستراتيجية ولا المباحث ولا المستخبارات ولا مذكرات المرفوعة ما بتقدر. الشغل اللي بتلاقوه في السودان ده جديد عليكم، ده كتاب بدون حروف، تقرأ كده ما تفهم حاجة. نقفل اللايف كلكم تسكتوا سيا أمريكان، ومعاكم الدعامة ومعاكم القحادة، نفتح اللايف تطلعوا تنبعوا، ما عندك حاجة. شغل ده أنا ما قلت لك برفعه فوق، ما بتقدر، لا تستطيع، كذاب، أقسم بالله كذاب. أنا بوريكم الخيارات اللي هاخدها قدامكم. قال لك أمريكا خفضت تمثيلها في مفاوضات جنيف من سياسي إلى تقني عقب غياب الجيش، والجيش غاب لأنه البرهان قال له غيب، الشعب السوداني قال له غيب. الناس قالوا ليه سعادتك ما تمشي؟ والله احنا لا بنعرف جنيف لا بنعرف ميتين. عربي ضمانة جد، أي أنت قعدت مع الناس دي في جدة، أي نفس جدة بس. احنا ما عندنا حاجة، ما تقعد تغش. أنا قال المفاوضات كان مخططا لها أن تكون سياسية وتجري في موقع سري وسط تكتم من جميع الأطراف. الصحفية في البي بي سي الليلة كشحت العشاء، قال لك المفاوضات مفروض تكون سرية في موقع سري وسياسية. احنا جينا قلنا والله يا اخواننا ما في تفاوض، الولد ده غسان، غسان هو البرهان واحد، كلنا اولادنا ولادنا، يا ولود كوزة يا ولود كوزة يا ولود كوزة، وروك 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 ده الليمبي، يا ولود كوزة يا ولود كوزة. فغسان عمل هاشتاج، عمل بوستر واحد وغب، والله عمل بوستر واحد بس لا التفاوض. تصميم تليفون كمان، يعني ما حاجة كده. والله الشغل قام، أولادكم في جنيفا طلعوا موكبين، خواجات قال لك موقع سري بتاع بيدو الضاير، وخواجة قال أنا معلومة على الشغل ده يا صاحبي، شغل ده فيه بل. قام الخواجات قال لك يا أخي كانت مخطط لها سياسية وفشلت، عشان كده القحات الليلة الجعير شديد، ومبارح جعير شديد. الذين يدعون إلى الحرب، احنا ما فيش داعي للحرب، احنا قلنا نفذ اتفاق جدة، انت مالك بتتلولو؟ ما تنفذ اتفاق جدة، ما في دعوة للحرب. اللي بيدعو للحرب الرافض ينفذ اتفاق جدة. قال له شنو تاني؟ قال المحادثات باتت تقنية لا سياسية وتقتصر على جانب واحد من أطراف الحرب، وبالتالي الآمال بنتائج فعلية تطبق على الأرض بشكل واسع بات ضئيلا. قلت لك وقسما بالله وأقسم بالله وجلال الله وعزة المعبود، ما تطبق اللي بتتفق عليه في جنيفا في الأرض. هسي كتبوها بالعربي العديل، قالت لك كده المحادثات باتت تقنية لا سياسية وتقتصر على جانب واحد من أطراف الحرب، وبالتالي الآمال بنتائج فعلية تطبق على الأرض بشكل واسع باتت ضئيلة، باتت زيرو، باتت عديل، ما صحت، باتت بيتة واحدة. ده عشان البيتات ذاته باتت يا زول، والله باتت. اعمل لنا الحتة دي حلوة يا ولد يا دراكولا، صيغة بطريقتك اللطيفة المهذبة. اكتب لون جنيفا باتت. باتت والله وما صحت تاني. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه السلاسة دي؟ يعني الاتفاقية دي تنفع دعاية بتاع الجبنة، والله تيجي تقطعها بالسكين، ماشي سلسة 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 بدون أي مجهود ولا تكلفة من الناس، ما في، ما ماشيين. جماعة قاموا اسمعوا تعالوا قال لك الله بنعمل لكم الدايرين، بتعملوا لنا الدايرين كيف يعني؟ أنتوا بس دايرين شنو؟ دايرين ما بنقدر نقوله، لا لا أنتوا بس تعالوا بس تعالوا. قاعدين بتمطوا، والله تعالوا أنتوا بس. الكاهن قال ما ماشي، عارفكم ما بتقدروا تعملوا، طلباته قاسية والله العظيم. تعالوا احنا بنعمل لكم الدايرينو، والله العظيم كتبوها اقسم بالله بالنص،
لا تستطيع. انت كذاب يا امريكي، انت كذاب يا جنيف، انت كذاب يا خالد سلك، انت كذاب يا عمر الدقير، انت كذاب يا حمدوك. لا تستطيع، ما في يكون راجل بيقدر يعمل حاجة، ما بتقدروا كذابين. وصلتوا لقناعة انه النتائج اللي حتصلوا لها لا يمكن تنفيذها في ارض الواقع. ليه؟ ده السؤال المفروض تسأله البي بي سي للمذيعة. لماذا لا تستطيع تنفيذ نتائج جنيفا او القاهرة او جدة او المنامة في ارض الواقع؟ لماذا؟ حاجة تفضل، الناس المتابعة معانا وحاضرة كلامنا، الإجابة حقتهم هتكون واضحة. تفضل يا حاج. لماذا لا يستطيع الامريكان تنفيذ ودى الفيزيتر؟ لماذا لا يستطيع المبعوث الامريكي ودى الفيزيتر انه ينفذ هذه النتائج السياسية في ارض الواقع؟ لماذا؟ تركاية هنا، هنا في تركاية. لماذا لا يستطيع؟ ليش؟ واي واي ريزون؟ ليه؟ تفضل ودى الفيزيتر، تتكلم عربي سامع اللايف. مش انت ضربت فول وعملت عليه طعمية ودعايات للمحلات، جلطة وبتاع، دفعوا لكم، دفعوا لكم. الشعب السوداني يقدم ملحمة عجيبة والله، ده نموذج بيختلف. حاولوا يكسروكم ويمهدوكم ويوصلوكم المعركة دي تنكسروا، انتوا بتعملوا في عظمة والله العظيم. ده شغل بختلف عديل حقيقة، تقيف عاجزة أمامه كل الله والله. فيهم هيدسون بتاعهم ده الأمريكي ده ذاته بتاع المخابرات ده، قال اللي اتطبق في جنيف ده المفروض يدرس. قال أنا أول مرة أشوف زول ماشي يعمل له حاجة، ماشي يصنع طيارة يقوم يصنعها في الجو وهو طاير. جنيفا ما من الأول جاء فيها كلام، ولما وصلوا هناك قالوا لا تعالوا نعمل لكم نغير لكم الاتفاقية حق جنيف. أنت كنت ما محضرة وسايقني جنيفا تسوي شنو طيب؟ ما سألناك قلنا لك أنت طيب بنودك شنو؟ تاني يوم جيت قلت لي لا بعمل لك الدايرة، بتعمل لي الدايرة معناه أنت ما محضر جنيفا، راسك ضرب، كان في حاجة في راسك معينة وفشلت. فشلت ليه؟ لماذا لا تستطيع أمريكا بقوتها وجبروتها، دول الخليج بقوتها وجبروتها، إنها تنفذ الاتفاق بتاع جنيف في أرض الواقع في السودان؟ لماذا؟ عارفين ولا ما عارفين؟ عشانك أنت ما رافض. طريقة الرفض زمان كانت بتمر بمراحل، بيطلع خالد سلك بيتكلم باسمي يمثلني برضاي وغصبا عني، بيقول لي يا اخي والله الشعب السوداني داير كده، خلاص يعتمد. هسي الكلام ده بقى ماف، بقى ماف ليه؟ بقى ماف ليه؟ انا داير اسوق حته صغيره كده. عام الاول في 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 اليوتيوب او التلفزيون بيكون حضرت مسرحيه اسمها مدرسه المشاغبين. مدرسه المشاغبين دي واحده من اسس تدمير الأخلاق والتعليم في العالم، كان له أثر بطال يعني. فيها جملة مهمة جدا كلكم سمعتوها. عشان أوريك هنا التركاية بتكون وين، تفتيشها كيف. سألته سؤال، سألت سعي الصالح، قلت له شنو؟ ما هو المنطق؟ صح؟ يلا يا حاج، الناس اللي حضرت المسرحية دي حاضر دفع القدام، دفعة ناس طارق جابوا كده، والناس اللي حضروها تلفزيون والناس اللي حضروها يوتيوب، ما هو المنطق؟ عارفين المنطق يعني شنو ولا ما عارفين؟ شايف انت بتحضر المسرحية بوصل لك اعظم واكبر رسالة، انه هو المسرحية ما منطقية، ما مفروض انت تسيء وتضارب وتقل ادبك على استاذك، وده مخالف للمنطق اساسا والعقل يعني. فانا حسألك حس، اقول لكم بعد ما سمعت السؤال المضحك دي وقاعدين تضحكوا، ما في زول يمشي يخش يوتيوب. انت لما تخش يوتيوب او تخش جوجل تجيب ليه الاجابه، تقول ليه يا اخي المنطق كده، انت بتغش في روحك. انت عارف ولا ما عارف؟ عارفين المنطق يعني شنو ولا ما عارفينه؟ نخش في اصل الاشياء ونعرف الحاجات عشان نمشي قدام. الوعي بتاع الشعب السوداني المسلح
لما نجي نعرف وعي يعني شنو؟ اكون واعي يعني شنو؟ اكون حاضر الذهن يعني شنو؟ اكون مركز يعني شنو؟ اكون فاهم يعني شنو؟ بيجيني زول بيقول لي انتوا بتدعوا للحرب، هسي ما شايفين امهاتكم وبناتكم بيغتصبوا؟ ما تمشوا تقعدوا مع الدعامة ديل. الكلام ده في الظاهر منطقي ومقنع، الفكرة دي والسؤال بتاع ما دارين تمشوا تقعدوا في جنيف ليه؟ يا قتلة يا مجرمين يا فلول يا كيزان. الكلام ده حقيقة مقنع لكن ما منطقي. ليه ما منطقي؟ لأنه أنت حتسأل سؤال استراتيجي، حتقول له أنا أمشي أقعد في جنيف ليه مع نفس الناس وأنا قعدت في جدة؟ ده اسمه هنا المنطق. الوعي حقك بتاع أنا عارف حقوقي انه انا مع الجيش الوطني، وعارف انه الدعم السريع تمرد، واي كلام في النص اتقال خلال ال 17 شهر انا ما اقتنعت بيه. قالوا لي يا اخي بدل حرب الكيزان، قلنا خير وعديل وزين. طيب ليه الدعم السريع يقتل المواطنين؟ امشي قتل الكيزان. الكيزان مشوا جبرة، هم اللي بدوا الطلقة الأولى. ممتاز، ليه ما حاصر الدعم السريع جبرة وحاصر المدينة الرياضية وانتهى من المجموعة المتفلتة من القوات المسلحة وردمها؟ ليه مشى القيادة بيت الرئيس؟ بنبدأ نسأل هنا، ده اسمه المنطق. المنطق هو شنو؟ هو تحصين الأفكار بس، صرفة سايق الناس بالخلا، سايقهم بالخلا، قطيع صرفة، قطيع صرفة. بيبقى في سؤال منطقي، انا امشي جنيفا اوقف الحرب، ولو ما مشيت جنيفا حيتهموني انا بانه انا دعاة الحرب، صح؟ ده كلام حقيقي. لكن المنطق بيقول لي، بتسأل مرة قاعدة في البيت بتسأل سؤال لخالد سيليك وما بيقدر يجاوبها. خالد طوالي حيفتح لايف 4 ساعات مع السفيه الحمدان في توك توك عشان يلف ويدور من الإجابة. اللي جاء السؤال حيكون شنو؟ طيب يا خالد أنا ماشي أقعد مع منو؟ مع الدعم السريع، برعاية منو؟ أمريكا، وتاني رقابة منو؟ السعودية. طيب أنا كنت قاعد في جدة وقاعد مع أمريكا وقاعد مع الدعم السريع وموقع ورقة، ماشي جنيف أعمل شنو؟ خالد حيقول له ده كلام الفلول دعاة الحرب، لا للحرب، لا للدعم السريع، لا للكيزان في القوات المسلحة. خالد حاربه والدليل بقى ما عارف يقول شنو. المنطق الحسي انتوا فيه ده هو اللي حصنكم الوعي. اكون واعي اول حاجه، ما في دول يقول لي كلام وانا امشي به ومصدق. دليل وعي الشعب السوداني شنو؟ انه رفع السلاح مع قواته المسلحه ضد التمرد. ده ما دليل الوعي. الحاجه دي حصلت وانت 30 سنه مغيب من معاني وقيم زي الجهاد. لو قلت جهاد انت ارهابي، الناس قاعد تقول جهاد حسي. انتوا ارهابيين؟ اي ارهابيين. انتوا قتل؟ اي قتل. بتقطعوا الرئيسين؟ اي بنقطع راسك، تقعد في بيتي؟ اي بقطع راسك. اي وقع ده اسمه الوعي. انا اقف مع منو حسي؟ اقف مع القوات المسلحة. ليه؟ لانه انا واعي. ليه واعي؟ لانه الجيش بتاعي ده بيقاتل من داخل قياداته، الجيش بتاعي ده بيقاتل وهو محاصر، الجيش بتاعي ده بيجبروه يجي جدة وهو سيد البلد والمنتصر والحكومة الشرعية، بيخاطبوه بطرف الحرب، ما بيتعاملوا معاه زي ما بيتعاملوا مع الدعم السريع. القحاتة بيقولوا لي احنا طرف ثالث، وانا شفتهم موقعين اتفاقية في اديس ابابا. خالد سلك لا يمكن ان ينكرها، طلع نكرها، لكن قال انا ما بعرف الدعم السريع، انا طرف ثالث عندي مصالح. انا شفت خالد موقع مع الدعم السريع مليون اتفاق، انا شفت خالد سلك بيظهر مع اعلاميين الدعم السريع في تيك توك وفي منصات، شفته والله العظيم. خالد بيطلع مع النازل، بيطلع مع السفيه الحمدابي. السفيه الحمدابي ده مع واحد من كوادر الدعم السريع. اول منطقه اخترقت من الدعم السريع كانت مروي، هو اللي رفع التقارير دي كلها في صفحته قبل الحرب بايام. درع الشمال ده كله جابوا بأسمائهم وأسماء أولادهم وبناتهم، ده ما ده عامي بيطلع معه خالد سلك غير التوقيع والاتفاق.
بيجي هنا المنطق. المنطق مع الوعي ده الركع امريكا حسي، وده الركع الدعم السريع، وده الركع القحات. القحات بيجيبوا لي كلام عقلاني لكن ما منطقي، اسمعوا ما توقفوها. والبدعو للحرب ده ما انسان، فعلا ما انسان، لكن اذا كان الله عز وجل قال كتب عليكم القتال، رايك في الله شنو انت يا خالد السليك؟ او عمر الدقير اللي قال بيدعو للحارب ده ما انسان ومجرد من القيم، الله ذاته قال لنا كتب عليكم القتال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. نقول له الله شنو في الحته دي؟ تفضل، لا ما تدخلوا في دين، لا الموضوع ده دين. انت تقول لي ما تتكلم ديمقراطيه، ما قرر في الدوله، ما تكلم في المدنيه، ما تكلم في حقوق، ما تكلم في حاجه، اجي اتكلم في الدين الانا اصلا هو كل الحياه بتاعتي قايم عليه، تقول لي يا اخي ما لا لا الله قال لنا كتب عليكم القتال، نقول فيه شنو؟ تفضل، ورانا انه في مواضع وبواطن ومواضع معينه كده احنا لازم نقاتل، نشيل من وديها وين؟ جهاد الدفع الدفاع عن النفس، الجهاد فرض عين، الجهاد على الامه اذا دعا الحاكم. انا كل ده شرطه عشان عمر الدقير، انا ما اصهر قدامه انه انا ما انسان. الدعامي قاعد ليه في بيته وفي ارضي؟ منو اللي قال الدعامي قاعد في بيتنا وارضنا؟ طلع الجربوع بتاعه دي اللبيع قال بتحداكم تجيبوا لي دعامي واحد قاعد في بيت. رد عليه الترس يا اخي على الاقل ما تفتح لايف معي يا اخي، خليني الصفحه دي امبارح كانت مقفوله 10 ساعات اقسم بالله، انتوا بس ما عارفين، خليها تقوى شويه بعدين افتح لايف. شير ساي المقاطع ما شغاله معاك كويسه. قام الترس رد له وجاب له الفيديو بتاع الدعام اللي قاعد في البيت وماسك سلسل. الرد مباشر قال جيبوا لي دعامي قاعد في بيت زول. قمنا جبنا له، قام مشي جاب له الفيديو بتاع الدعامي الماسك السلسل قاعد في سرير بتاع مواطن. خليك من الفيديوهات الكثيرة. طيب طيب انا حرد عليه على الربيع في تحديه ده قال جيبوا لي دعامي قاعد في بيت، حرد عليه بشنو؟ ما انا ما عارف انه في دعامة قاعدين ولا ما قاعدين، وهو مصادري قال ما بيثق فيه. حقوم اجيب له كلام زينب الصادق اللي قالت الدعم السريع قاعد في البيوت بحقه، طوال حضرب الضربة القاضية ما حشهد انا انه الدعم السريع قاعد. حجيب كلام حج نور النور حمد بتاع الحزب الجمهوري راجل اسماء اللي هي ام قرون تقدم بيت محمود محمد طه. انت نسيت المؤتمر ده يا خالد سيلي ولا شنو؟ نسيته لما هتفتوا لام قرون، ونسيته لما نبستوا الزول الوقف في انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة، تجي تقول لي برضو أنا طرف ثالث يا بكري جاك، تنسيت المؤتمر ده؟ خليك من اتفاقك مع الدعم السريع لما سكتوا الزول البسيء باعتباركم بسيء للدعم السريع، قلت له أسكت، ومشيتوا لأسماء قلت لها أنت أم قرون التقدم وشكرته وحميتيه، والنور حمد قال 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 يا أخي بعدين اعترف انه حميتي انجز واحنا لازم واسماء ذاتها قالت انه بعدين احنا نشكر حميتي بالعلن. ديل ومعاهم النور حمد ومعاهم ابو الجوخ ومعاهم شبشب الملك قالتوا مغفلين ديل ولا ديل دي ايه ديا؟ يطلعوا لك كيف من البيوت اللي اخذوها بالقوه؟ يجي الربيع بالراحة يقول لي أنا بتحداكم يا زول، ما تتحدانا، بنجيب لك كلام الناس زي قالوا الدعامة قاعدين في بيوتنا نقطة عرب انتهى. بنجيب لك كلام السعودية وبنجيب لك كلام أمريكا، اللي قالت واحدة من شروط تنفيذ اتفاق جدة خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين، مكتوبة في الاتفاقية. تقعد تشبكنا أتحداكم أتحداكم يا تهبل ولا شنو؟ احنا بنرد عليك كده مباشرة وكفاح، احنا ما بقينا مشغلين لنا جوكية في الكوكب ده. انا جاي اتكلم مع دعامي، ما بتكلم انا، بجيب واحد من القحاته دي الجربوع لا يسوى حاجه، بجيب له تصريح موثق بقول لك، بقول لك خالد سلك ما قالت قاعدين في البيوت تطلعوا كيف؟ تقدر ترد على خالد؟ ما بتقدر طبعا. تقدر ترد على جده؟ ما بتقدر، مكتوب فيها انه خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين، انت حمار ولا شنو؟ اتحداك تتحدى مني يا زلمه؟ ما نرد عليك احنا ذاتك ما كفاءة ولا بتصل، بنرد عليك شنو؟ نجيب لك الاتفاقية حق الجدة مكتوب فيها قال لكم اطلعوا من البيوت ولا ما مكتوب فيها؟
معناه انت قاعد في البيت حمار ولا شنو؟ ار يو دونكي؟ ولو ما دونكي انت ما بتبقى دعامي اصلا. المنطق هو اللي حصن وعي الناس الان. الناس حس بيقول لك والله يا صرف يا اخي الجيش ما متقدم حقيقه، والجيش متاخر وينسحب حقيقه. طيب الحلول شنو يا اخي؟ ما طيب نقعد للتفاوض، يعني نجيب الدعامه ده يحكمنا بصوره رسميه، يصبح حميدتي هو والي ولايه الجزيره. اذا كان هو الان انا موقع معاه اتفاقيه في رفاعه والهلاليه في مدني، وبعد ده كله بيغتصب وبينهب وبيجي بيقتلني، لما نبقى حميدتي الرئيس هيعمل فينا شنو؟ ده اسمه وعي. المنطق طيب هيقول شنو؟ انه انا يا اما اشيل سلاحي واقف مع الجيش، يا اما انه انا ما عندي سلاح وتدريب انتظر الجيش ينتصر، ما عندي حل. ده اسمه المنطق. امريكا بتقول لي جنيفا وانا جايباكم بالقاهره وقاعدكم، قلنا لا مساعدات انسانيه، قالت اي، قلنا لا ما تجيبوها، قالوا حنجيبها، لكن جيشكم بيقفل الشوارع، قلنا لين؟ ودوها الحته المسيطره على الدعم السريع. الان امريكا هتخش في حرج سياسي واجتماعي وتنظيمي، لانه قالت انا هفتح معبر ادري، البرهان قال لي نفتحه، لكن لانه كاهن بيعمل لي في حاجه قالته الله يسترنا، الله يسترنا منه. الامريكان لما نحس قالوا حنفتح المعابر قالوا طريق سنار وادري وتقريبا بورسودان، البهم انا موضوع سنار، قام عمل شنو الكاهن بالليل ده وانتوا نايمين كده والناس لا بتشرب في الشاي المغرب وبتاع شنو وقاعدين كده، قام الكاهن عمل له حركة كده، الزول ده غايته هيودينا حتة مجلس السيادة الانتقالي 20/8/2024، تعميم صحفي، تسهيلا للإجراءات عبر المعابر الحدودية وضمان انسياب الحركة التجارية وسرعة تخليص البضائع. فقد وجه السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الكاهن بأيلولة الإشراف على المعابر الحدودية لمجلس السيادة. لا لا لا، ده شغل متقدم. لا 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 لا، عمل لها عملة بطالة. الأمريكان قالوا اسمعوا حنجي داخلين بمعبر أدري، قلنا لهم خشوا. قبل يومين البرهان قال لهم هو معبر ادري ده اصلا ما مسيطر عليه الدعم السريع، خش وزعوا لهم مساعده هناك عشان ما تقول انا معرقل. لشيء في نفس يعقوب لحد الان هو ظاهر 50-50. انا طبعا برهان ده ما بثق فيه، فعشان كده ما حقوم اقول لك والله دي ضربه بتاعت معلم، لكن قام عمل عمليه بطاله بالليل ده للامريكان، استلم كل المعابر الحدودية بتاعت السودان في مجلس السيادة في يده، مرق من الجيش وحرس الحدود والداخلية والخارجية، وبقت في يده، مرق من الجيش ذاته، ما تكلم بصفته الفريق أول قائد الأعلى القوات المسلحة يسيطر على المعابر الحدودية وده شغل الجيش، قام قال لا، سمى نفسه رئيس مجلس السيادة، بقت سياسية، عنده رأي قاعد فوق رأي يعني، والله عمك ده قاعد فوق راي، عرفته؟ طيب المنطق بيقول شنو يا اخوان؟ دخلوا المساعدات يا امريكان، ما انتم معرقليننا يا فلول. طيب يا اخي دخلوها في مناطق سيطرة الدعم السريع، اتفضلوا يا امريكان، بكرة الصباح هتسمع الحجج، الحجج واللجج. امريكا بالعربي الواضح عاوزة تدعم الدعم السريع وتسلحه، مناطق سيطرة الدعم السريع هتدخلها عن طريق مطار ادري. وين الناس اللي بيسوقوا طيارات في اللايف ده؟ المسافة من بورسودان لحد الفاشر والجنينة والدويم والضعين كم؟ ما أنا ممكن أمشي بتأسي هسي الليلة دي، هسي الليلة دي، الليلة دي طيارة مقاتلة ما معروفة جهتها شنو ولا مصدرها شنو، قامت من جوا السودان في مطار ما معروفة، مشت دقت الضعين، بيغلب شنو إنه إحنا نعمل إسقاط الطيارة الأمريكية دي بدل تخش بأدري نفتشها في بورسودان، وبتصل نفس المسافة. أمريكا رفضت، قالت لا أنا حدخل حق الدعم السريع عن طريق أدري. دي اسمها شنو؟ فصل السلطات، وأمريكا ما معترفة بشرعية حكومة البرهان أصلا.
فقدرت تدي ديلك حكومتهم براهم تبدا تقسم. انا فاهمكم امريكان ماشيين وين والله العظيم، والموضوع ده ما بيكلفنا اكتر من هاشتاج وموكبين يطلعوا لك من دارفور، نقطة انتهى. العقلانية بتقول انه نسمح لامريكا بادخال المساعدات الانسانية، المنطق بيقول انه انا افتش المساعدات دي. امريكا قالت لي ما بتفتشها لو اذنت، قلت لها لازم ما بفتش. قال لي حندخلها بأدري، قلت له ندخلوها بأدري. قام الكاهن استلم الشغل بتاع الحدود بالليل، قال لهم اي معبر فاتح ادري ما ادري، قال لهم ادري ولا ادري انا ماسكه. تضربوا لي تلفون تقول لي في حاجه خاشه وما خاشه، دار صادم الامريكان او دار افتح لهم الباب. احنا كنا نبيت على نبيت في المصلايه غايته، يا فتح لهم الباب يا بلاهم دار يخش معاهم جوله بصفته رئيس مجلس السياده، ودي حيركب معاهم، ده حيكون فيها السياده الحقيقيه. لو عمل العمليه دي حيكون الكاهن الجديد يعني. لو عمل العملية دي هيكون الكاهن جد جد. فحس قال هوي لا بعرف خارجية لا بعرف جيش، ادوني ادوني المفاتيح بتاعت الحدود دي. حس بالليل ده قال لهم كده ادوني ادوني لا ادوني لا، مش الامريكان داير يدخلوها غصبا عني، ادوني المفاتيح بس ادوني لا بس ادوني لا. منو اللي قاعد هناك من ولادنا؟ قال له اسمع في سعادته النغيب هنا ده في ما اعرف الاغمار الصناعية وراقبونا البتاع. خلاص اديه تليفوني خليه يضرب لي سعادتك البرهان، لكن انا خليه يضرب لي اي زول داري يخش بالباب بتاع ادري بس خليه يضرب لي. قول له بس يا ابو برهان شنو قال؟ ما في زول يخش عندنا صيانه كده وبتاع، صيانه شنو؟ حدود مفتوحه زي خيران وبتاع. لا لا بس قول لهم انت بس قول لهم قول لهم صيانه بصدقوا الجماعه. ما قلت له انا قاعد ما حبدوه حيجيب مدنيه صدقوا. فده شغل بتاع كهنة داير يخش بنية مع الأمريكان عادين مع ود الفيزيتر. المهم المنطق بيقول إنه أنا فتش المساعدات، إيه أنا ما معترف بيك أصلا، ولا معترف ببرهانكم ده، ولا معترف بحكومتكم، ولا ببرصدانكم. حقيقة ممكن ما تعترف، دي اسمها منطق السيطرتي ولا ما اسمها منطق السيطرتي؟ هاي اطلع برا بورسودان دي، اطلع برا مدرمان دي، يقول انا ما معترف بالبرهان. من حقك ما بغلطك، وامريكا ما معترفه بالبرهان ان شاء الله انها ما تعترف، لكن دي اسمها منطق السيطرتي ولا ما اسمها؟ ايوه انا بعلن حاله طوارئ، اي طياره تيجي عبر الحدود السودانيه دي بنيشه بجيب الواطه بس. ما هو خلاص انا مسيطر على المنطقه دي، حتى لو ما احترفت في شرعيتي خلاص انا هسه امسك البوابات دي داير افتشها، ما حد فتشها حفتشها. لو حصل صدام بيننا وبين امريكا في اول طياره والبرهان قام سرب الشغل ده للاعلام، قال اخوانا طبعا امبارح بالليل جات محاوله بتاع دخول 26 شاحنه وشككنا في وجود صواريخ امريكيه فيها. بابا الموضوع وصل شنو؟ غسان غسان ظبط لك له شنو بوستر، وصل هنا خليل الضوء، بعد شو وصل دراكولا، دراكولا عمل لك فوق الشغل بتاع الدبابة المصور جنبها دي قاعد زب عذاب، مسك الماسورة بتاعت الدبابة قال لهم يا اخوانا الماسورة دي بتضرب مسافة طويلة بتخطط في نص الماسورة دي. الامريكان تاني بيدخلوا حاجة في السودان غصبا عن الحكومة. لو احنا جينا ذات تبلين على الامريكان دي قلنا والله امبارح الكلاشات دي شفناها في المساعدات الامريكية، ما باللاعبون وقول كدي وطلع صرفه. الولد دي صرفه طلع دبع طارق الجب اللي دي صح ولا فيه. قول صرفه طلع كده وقام قال اسمع امبارح امبارح الخيانه بتاعت تقدم والخيانه بتاعت احزاب والخونه الخونه صرفه ده طبعا بيقول لك الخونه يا عملاء تدخل الأسلحة المضادة للطيارات. وقام كده الأمريكي ده الواد ده ما بيقع عروستنا ود الضيف المبعوث بيطلع بجعر كده بنركبه ليك، شفت بهاشتاج ولا ببوستر صاحبك برخي رقاد مرتبة. بس قول كده
بس خش معاهم في تصادم. انت قول كده ولا شنو؟ احنا نازل قاعدين يعني نرجص فيهم، والله العظيم والله ده شغل رجيز عادي. فاحنا بنطمن الشعب السوداني وبنقول للناس ما دام في وعي محروس بمنطق والله ما بتجيكم عوجة. ده الخلى امريكا تطلع تصدح علنا وكفاحا انه احنا والله يا اخواننا لا يمكن ان ننفذ مخرجات جدة في السودان. موضوع القاهرة فيه شرك، موضوع القاهرة فيه شرك. امريكا اصلا الموضوع ده دا كله دارت تدخل سلاح للدعم السريع ودارت تعترف بشرعية الدعم السريع في مناطق سيطرته، وانه القرار ما عندكم انتوا. البرهان لما قال لهم انا همسك الحدود والمعابر الدولية للسودان وراهن انه انا الحكومة الشرعية، حتى لو مشيت اتدخلتوها بأدري الموضوع ده لو انا ما ادري ما حتخش بأدري. عربي واضح ما هذا؟ قال لهم انا لو ما ادري ما حتخش بأدري، فهمت؟ فالامريكا بتحاول تعمل في جنيفا دي حاجة مهمة. الحاجة الاولى اللي هي تعمل مغسلة للامارات من حتة انها متهمة بدعم الدعم السريع لدولة مراقبة. فشل الموضوع في جنيفا، هو ده ما فشل لامريكا، فشل للامارات، لازم تحاول لها بمدخل تاني ما حتقعد. الحاجة الثانية اعتراف بشرعية الدعم السريع في ان احنا حنوصل مساعدات بطرق ومعابر لمناطق سيطرة الدعم السريع. البرهان قال لهم انتم مسيطرين على وين؟ قال لنا يالا. قال له حلو، تعالوا مسيطرين على وين؟ قال له الضعين. قال له جميل. قال له تعالوا مسيطرين على وين؟ قال له مسيطرين على الجنينة. قال له ممتاز. قال له ده كله فيه ولا على؟ خواجة سكت كده، برهان ذاته حس ساكت، حس هو ما عارف البرهان هو فيه ولا على. قال لي الدعم السريع ده مسيطر على وين؟ الجزيرة وتاني الدندر وتاني سنجة وتاني نيالة وتاني الجنينة وتاني وبحري وتاني. وين وين البوستر بتاع الواد خليفة دنجر؟ انا البوستر ده مهم عندي لانه انا حشخيط بول الجيش هسه هسلم، ولو منطقة منطقة والذي نفسي بيدي. والله كل يوم اجي اشخط لك خمسة وستة سبعة ثمانية مناطق. استلم الجيش، استلم الجيش، استلم الجيش، عشان كده انا ما رديت عليك، عارف برد بيت. الامريكان قالوا لبرهان انت هتفتح المعابر؟ قال لهم بفتحها في مناطق سيطرة الدعم السريع. قال لهم حاضر. قام البرهان قال لهم كده مسكوني المعابر والحدود. الحركة دي معناها شنو يا اخوانا؟ في ولا على؟ ما الدعم السريع مسيطر على سنجة والدندر، القاعدة وين؟ جوه السودان. البرهان مسيطر على شنو؟ على الشخيط بتاع السودان في الخريطة. شوف شوف خط اسود كده بيفصل بيننا وبين تشاد. البرهان ماسك الخط ده بس والله. يبقى الدعامة مسيطرين على وين؟ على مناطق 95% من السودان. في السودان ولا على السودان؟ جوه السودان. يبقى على دي ماسكة منه؟ على ماسكة منه؟ البرهان. في ماسكة منه؟ حميتي. المسيطر يبقى منه؟ اللي بيفتح الباب بتاع السودان وبيقفله حميتي ولا البرهان؟ اللي بيفتح الباب بتاع السودان ده حميتي ولا البرهان؟ علني. انتوا ما بتجوا بالليل هاي قاعدين تخشوا تزعل في مرتزقه من جنوب السودان، هاي بتخشوا من افريقيا الوسطى، هاي بتخشوا من ليبيا، بتخشوا بالليل، بتخشوا علني، قاعدين تخشوا علني. ما بتقدر علني دي ماسك الماسك العلى ده منه؟ البرهان بس ماسك الشغيد ده. الدعم السريع مسيطر على شنو؟ سنجة، دندر، بحري، خرطوم، شارع 60، جنوب الخرطوم، مدينة الرياضية. وين؟ في السودان. في السودان ده الخط الأسود اللي في الخريطة ده ماسكه منه؟ اسمه الحدود. ماسكه منه؟ ماسكه البرهان. قال لنا ادوني ليه والليلة، طلعوا الجيش منه، طلعوا حرس الحدود، طلعوا أي غيامة منه، أنا شغل استلمته أنا. قدرت تدخلوها بيه؟
هدي مع مناطق سيطرة الدعم السريع جوه السودان ده. انا رئيسه، انا رئيسه، انت عامل شريعي، ما انا رئيس، انا ماسك الخرطه دي، بس انت تقدر تعدي الخط ده الا تكلمني. انا مودينا المساعده دي لحمايتي الحكومه الشرعيه في مناطق سيطره الدعم السريع، ايوه احنا معترفين به، ما عندك اي مشكله، لكن الخط ده ما بتقطعه الا تكلمني او تجي بالليل. تجي بالليل هتشتغل الشغل بتاع 8 شهور الاولى ديك بتاع ادري، اللي هو تعمل شنو؟ تركب استيكرات الصليب الاحمر في المدرعات الاماراتيه، لكن بالعلني كده والله ما بتقطع غصب عني يعني. جهه دوله اللي هتعمل حاجه، هتعالي نحارب طبعا، هتعالي نحارب. وليه البرهان ذاته اليومين دي الجيش ذاته رافع جرين ماله؟ وحقيقه يعني من مخاوف السيد الاخ الغايد، طبعا ده واحد من الطبالين بتاع البشير، يقول لك الاخ الرئيس، الاخ الرئيس عمر البشير. يا اخي اخوك كيف يعني؟ ذول مشير انت، ذول ملازم، اخوك كيف حركات الكيزان؟ يقول لك الحاله واحده، الاخ الرئيس، يا ذول ما اخ رئيس ولا حاجه، ذول رئيس اخوك بوين نزل. فالاخ الرئيس البرهان يعني هو زي صف النية معانا، انه يعتبر بس انه هو معانا كده جياش واي دنيا وبتاع وكروك وما بايع وبتاع. فهو واحدة من تخوفاته دخول الامارات بصورة علنية. الامارات دي احنا بنرد عليها بشنو؟ ببرجراية، بشنو برجر داير، ببرجراية واحدة بس، مش برجر داير واحدة، ببرجراية واحدة بنرد على الامارات. برجراية نجيبها من تركيا، الإمارات بيشوف العالم التركي بترخي، في العالم قدامكم بترخي ليه؟ أمريكا لما تيجي تسيطر على دولة بتشوف طبيعة شعبها، نجيب لهم شمامين ولا نجيب لهم إسلاميين؟ ما هي دي الإمارات وتركيا خايضين جولة في ليبيا، الإمارات بتضرب الليبيين بإف 16 صناعة أمريكية، وتركيا بتضرب الطيران الإماراتي بالبريكدار المطور من أسلحة أمريكية، وبتقوم من قواعد الناتو بطيارات اف 16 الأمريكية، عشان بس تفهم المنطق يعني. لما نيجي في السودان، في السودان هنا أمريكا هتاخد لها رخية تدخل، يقول لك اسمع البرهان حاول يعني التراك يتواصل مع البرهان لكن رفض يجيب، لأن هو طبعا ما في يد ولا في يد أردوغان، الموضوع ده في يد الأمريكان يعني، الموضوع ده ما في يد زور. تركيا ادي فلان ده بريكدار ما تديه، فلان ده سلحه ما سلحه، فلان ده عمل امريكا، ما في الدولة لا اردوغان ولا برهان ولا، اول مره يطلعوا من طعن هم تدل، طلعتوا من طعن وريتون كده. فمساله المصادمه دي احنا جاهزين ليها يعني، حتى مساله الحدود حس هنقول ما في حاجه هتخش بدون إذن مجلس السيادة، هيقوموا يخشوا لنا بطيران أو بدخولهم الجادي. إحنا ديل طوالي هنقوم نقوم لنا برجرداية برجراية ونعمل فيها العلم التركي ده ونرفعه فوق، نقول تركيا خاشة في اللعب يا صاحبي، والله تركيا خاشة في اللعب، الإمارات بتجفل طوالي، والله تركيا خاشة في اللعب. عرفت في موازنات كده بالتيم يعني. كنا فين حنا؟ طيب والصباح الناس نايمة جماعة، ده مشوا القاهرة سريع سريع كلفة الشغل قبل الفطور، لدرجة انه شفتوا الامريكي مشى فطر في الشارع، مشى فطر في مطعم سوداني، اختاروا له طبعا يعني حيكون بعرف المطاعم السودانية في القاهرة كلها ما بعرفه طبعا، اختاروا له المطعم ده عشان يوري انه هو قريب من الشعب السوداني، وانه هو الولد كجونكا، وانه الولد يعني راستافاري كده، وانه الولد راستا وواقف قنا وبتاع، الامور بتاعت الامريكان المكشوفة دي، هي منطقية لكن هي عقلانية لكن ما منطقية.
رجالكم بقى قاعدين منتظرينه في القاعة، قاعد يفطر فول بره في الشارع. اسمع هاي جلنتياتك انت خواجه والفيزيتر ولا شنو؟ ودي الفيزيتر يعني. رص عليك ساعة ما عندهم قدرة ولا عندهم تفكير ولا. الرجال قاعدين راجين الحمار ده، الحمار ده مش قاعد يسوي شنو؟ قال لهم أطراف مفاوضات جنيف حول السودان ندعو الدعم السريع للالتزام بمخرجات اتفاق جدة. أول حاجة قالوها الليلة في القاهرة، قالوا ندعو الدعم السريع للالتزام بمخرجات جدة. تاني قالوا نحمل طرفي الصراع مسؤولية حماية المدنيين. تاني ندعو طرفي النزاع إلى فتح الممرات الإنسانية والإغاثية، مستعدون للقاء وفد الجيش السوداني بأي طريقة يختارونها. الطريقة اللي بنختارها تجون في بورسودان. الداري يلاقي البرهان، يلاقي البرهان بميزان البرهان الدبلوماسي. يجي بايدن يلاقي البرهان، ما دار تلاقي البرهان تلاقي وزير خارجية، يجينا وزير خارجية، وزير الخارجية التاني بتاعكم ده يجي يلاقي وزير خارجيتنا في بورسودان. اها اها اخترنا الطريقة ولا كيف؟ وزير خارجية ما درنا نلاقيهم في مصر، نلاقيهم هنا في بورسودان. ما دام انت قدرت تلاقيهم في مصر ما معترف بسيادتي، تجيني في بورسودان غصب عن امك تعترف بسيادتي. موضوع الشربك شديد، الدعم السريع بيتعرض لضغط. فواحدة من مظاهر الضغط دي قامت الأستاذة حنان حسن الليلة يوم 20 تو حاسبين لهم شهر مش قحات ال بسموها ايه دي في الشهر دي، اللفة دي بتجي يوم 25. فحنان هابشت الدعم السريع، قالت ليهم الدعام افتكرتوا انه اننا بندعمهم عشان بنردم الكيزان؟ نحن بنردم الكوز على الورطة تدخلوا فيها البلاد والعباد، وانتوا يا هل ورطة والمصيبة المقصودة، انتوا واحد من افرازاتنا المعفنة، ابردوا وشايفينكم واحد واحد، شايفينكم واحد. قالت ليلى حنان حسن مواعيد المصاريف الجواني طبعا جاعد البهاب شو اشي بعد 3 يوم حيظهر منه الفكي طبعا عارفيننا انتوا خلاص اللعبة دي بقيتوا عارفيننا. فقامت حنان قالت لهم هو يا دعامة انتوا ما تفتكروا ان احنا عشان بنردم الكيزان معناه واقفين معاكم، انتوا ورطة. هي نسيت انها كتبت قالت حميتي لو اداني كرتونة بسكويت وبوكسي انا بوقف معاه بلف كدمول. هي نسيت انها كانت بتعزي في فطايس الدعم السريع وبتبكي عليهم وتقيم المناحات والليالي. انت دعاميه ابا عن جد، انت دعاميه قبال حمايتي ما يبقى دعامي، حمايتي تعلم اللف والدوران والانحراف والانحلال منكم انتوا ديل. انتوا جيتوا كنتوا له واجهه، وانتوا جيتوا كنتوا له علمتوا اصول الصنعه. جاي الليلة تقول لهم يا دعامة احنا ما معاكم، انت ما معاهم كيف؟ صفحة دي كلها عزل الدعامة. انت قلت الدعم السريع من حقه يستهدف الجزيرة لأن الجزيرة فيها مواقع عسكرية، قلنا لك عزي في الشهداء والمدنيين، قلت يستاهلوا عشان باروا الفلول والبلابسة. كتلهم منه؟ قلت لكم ما عارفين الكتلهم منه. بنجيب ليكي قضايا بتاعت اغتصاب، قلت البيت بعد ده لو اغتصبوها انا بعلمها طريقة انها تتنفس كيف وترقد كيف وتعمل كده عشان تتجاوز المحنة النفسية. اسمعي اديني لين الناس دي، انت زول مسؤولة عن المرأة في السودان، ده ملف انت ماسكاه، كنت في مجلس الوزراء وكنت في وزارة العدل ماسكة ملف المرأة. الدعم السريع اغتصب؟ لا لا ما بقدر. وطلع نفي المؤتمر السوداني واداند القوات المسلحة وقال اغتصب ال10 حالات، واحرج المدير بتاع الامم المتحده مسح التغريده وادان الدعم السريع في ال10 حالات اغتصاب. لا لا حنان انت دعاميه ما تنكر الموضوع ده، انت ما تنكر الموضوع ده، انت رفضوا يجددوا لك جوازك الماده 50 51، انت زول محاميه سريع سريع نشتغل قانون مع بعض. وانت سري يلا شويتين اللي بتكتبين في الصفحه دي، دي انت حنان الحقيقيه.
بدون اوردرات. لما يدوك المساحه يقول لك اشغل الراي العام، احنا اشغالكم للراي العام ده انا قاعد استفيد منه. انا قلت لكم انتوا الادوات اللي قاعد ارفع بها وعي الناس، ناس بيدقوا جرس يقول لي تجيب لنا حنان دي نكره زي ما يعرفها منه. سفيه الحمدابي عنده 26 لايك، شبشب الملك كان بيعرفه، هو براول بيعرفه، صفحته مقفوله لما سلمها له بعد التربس، ومع انه ساجنينه عشان الصفحه. انا اللي بعمل لكم عشان اوري الناس، ارفع وعي الناس اكشفكم. تجي الليله بكل هدوء قالت احنا الدعم السريع ده اساسا هو ده ارتباط بشنو؟ بالكلام اللي قاله الحيوان بكر الجاك اللي ما قاعد يستحمى ده امس. قال احنا ما مع الدعم السريع، احنا طرف ثالث وعندنا حقوقنا ومصالحنا دايرينها. قلنا له تعال شيلها، شيل مصالحك، تعال برسان، كان انت راجل جيب ناسك، وكان عندكم ناس جيب ناسك وتعال. كباشي حنان اللي قدرت تتنكر للدعم السريع. هنا ناس القاهرة قالوا يردونا شوية، على الدعم السريع ان ينفذ اتفاقية جدة، وينفذها كيف؟ ما كتبوا. والآلية شنو؟ ما كتبوا، بس الدعم السريع ينفذ بس. ما هو موضوعنا ده في انه ينفذ دي ذاتها، موضوعنا في انه ينفذ دي ذاتها، ما كتبتوها، يبقى انت بتستعبط ساعة. فده مخرجات ما عندها قيمة اكتر من انه الخواجه ده بس اكلفه في ده الحاله الوحيده اللي ممكن يكون حلل بها شغل. بايدن لو سال والله العظيم كلمه ما يقدر يقوله. كلهم ماشيين في الخط ده اللي دارين يقلبوا على الدعم السريع. دعم قلبي معاكم في الضعين وفي الحصايصه وحاجه الليله قلبوا عليكم. الليلة يوسف عزت برضو لبس الهدوم بتاعت الطرف الثالث، قال هل القوات الجوية السودانية هي من تقوم بالقصف الجوي المتزامن في مليط والضعين والطويشة والحصعيصة؟ عامل استفهام. عزت الماهر مستشار حميتي الليلة بتساءل، قال هل ده الجيش ولا ده المجيش؟ أنا حجاوب نيابة عن القوات المسلحة. طبعا عينت نفسي مستشار في رئاسة الجمهورية وفي القوات المسلحة بصفتي، يعني انا اسمي مستشار قوات ديل. ما هنا الطيارات والله دي ما حقتنا، بتنكروها ليه؟ بوريك بننكرها هسه ليه. عزت الماهر الليلة تنكر للدعم السريع، بقى طرف ثالث، هو ذاته طرف رابع. قال هل هذا القصف يستهدف قوات الدعم السريع بالفعل؟ والله ما عارفين يا عزت، زي انت ما عارف احنا نعرف كيف. قال هل القصف الجوي الذي تسبب في اضرار واسعة النطاق في العاصمة لديه هدف عسكري واضح من وراء ذلك؟ يا تعاصم انت بتتكلم عنه، يا تعاصم هو البلول، فما حقدر اجاوب الا ترجع توريني يا تعاصم قصدك عاصمة الضعين ولا الخرطوم. هل يمكن حقا تحقيق هذا الهدف من خلال استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية؟ ما عندي اجابة والله، ما اعرف. الدعم السريع رايه شنو؟ حميدتي رايه شنو؟ انت ما مستشاره هسي حميتي كان بيشاورك، انت بتدي الازيله دي عليك النبي، ما كدلت حميتي هسي؟ ده سؤال تسال به وتحرج به القوات المسلحه وتحرج به الراي العام ضد الطيران السوداني، تيجي تقول هل الضربات الجويه دي بتحقق اهداف؟ تسال اسرائيل في فلسطين هل حققت لها اهداف ولا ما حققت ولا شنو؟ تسأل بكر الجاك وتسأل أسامة السعيد الناطق الرسمي باسم تقدم الليلة، قال يجب حظر الطيران السوداني إذا ما بيحقق نتائج. قال حظره مالك أنت، حظره مالك؟ قال لك ياسر الما بيحاظر. تسألني أنا أسي لما حميتي طلع بكى قال يا أخي الطيران ده ضرب لي 4800 قتلوا في ضربة واحدة والله ما هو غل البراد. كنت تعرفوا بيسوي ولا ما بيسوي؟ قال هل يعتبر الطيران تفوق عسكري ويد طويلة في معركة بدون قوات مشتتة تتقدم على الأرض؟ نعم، دي اللي جابها اللي أنا عارفها. نعم
هل يعتبر الطيران يد طويلة؟ نعم يعتبر. كيف تقوم طيارة من وادي سيدنا تمشي تفجرك في الضيعين بدون مشا ولا بنزين ولا تكتيك ولا مدافع ولا دبابات، تمشي لك على 1500 كيلو وتجي راجع؟ نعم يعتبر. انت لو بتلعب بابجي ما كان سألت الأسئلة دي، خليه تكون خبير استراتيجي. قال: هل الصمت المحيط بالقصف اليومي للمدنيين ليس فشلا أخلاقيا في النطق بالحق ضد انتهاكات ترتكب من الجانبين في الحرب؟ الله أكبر الله أكبر، عزة الماهري ملص الكدمول ملصه. قال: هل الصمت المحيط بالقصف اليومي للمدنيين، طبعا هو بيتكلم عن قصف منه، قصف الدعم السريع وقصف الجيش، قال: هل يعتبر القصف اليومي للمدنيين ليس فشلا أخلاقيا في النطق بالحق ضد انتهاكات ترتكب من الجانبين في الحرب؟ الليلة عزة الماهر يا أخوانا ملص الكدمول، والله اتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب علني، والله قال بكل يوم بيقصفوا المدنيين. احنا موضوع الجيش ده ما عندنا فيه مشكلة، لأن انت تقول على الجيش شنو؟ مجرم. هاي مجرم، هو ده صانع للقتل، انت قال صانع لشنو؟ والقصف والبل والحاجات دي شغلته اصلا. جيش كن ده ينتهك ولا هاي قاعد ينتهك، واحنا والله حنوديه وديه محل ما توديه، وحنشكي اشكي الجيش ده في اي حته، ما عندنا اي مشكله، ده ادله ذاته بنجيب لك. لكن احنا بنتكلم عن الدعم السريع، عزة الماهر مستشار الدعم السريع وصف الدعم السريع بيرتكب مجازر. وصف الدعم السريع بيرتكب مجازر. خالد سيلك ما ممكن يوصف الدعم السريع بيرتكب مجازر. حنان حسن ما قاعد تتهم الدعم السريع بيرتكب مجازر، عمرها ما اتهمته بمجزره ولا بجريمه ولا اي حاجه. تجيب الصور بتاع شهداء الشعب السوداني ما بتترحم عليهم، بتقول دول قتلوهم لانهم مشوا ورا البلابسه. طيب اترحم عليهم وادعي ليهم وخليك في، قومي بانسانيتك الطبيعيه يعني. ولا شنو عمر الدقير؟ لا ما بيعملوا كده. الليله عمر، الليله عزة الماهر بتاعهم اعترف وأقر وجر. طيب الواد ده يا خالد سليك عمل له حاجة لطيفة نشوفها فينو حبيبي فينو العينو هل الهوطو وين خالد سليك؟ خالد سليك خالد سليك عريان فين وفين سكرينتك يا خالد؟ عقار لا عقار ما داري. اوه جايب لك الصورة بتاعت البدلة قاعد بالجنب ديك ولابس كرافتة ألوان، أول مرة انتبه لها. طيب هين 6 ألوان في لونين متقاطعين بيعملوا لون البنفسج والأصفر والبنبي. خلينا نكبر الكرافتة بتاعتك دي، ما بنقص اللون ده قميصك هو جايب اللون، قميصك مايل على طوبي فاتح اللي هو ناخده مع الأزرق والبنفسج ده والأصفر والبصلي بتاع. ممكن أدخل شلوفتك دي برضه في الألوان الأليفة دي، أخذ مساحة من الصورة، اعتبر شرلوفتك حمراء خلاص. ايه ده الوان غزوزة سيدي كرافتة تلبسها وما دار تسقط ده زوجك حس عليك الله. وين البيت اللي كان بتلبس كونديك ما عارف اسمه منو؟ بدي تجيب قدام حمدوك تشبح كده متر ونص، حمدوك اجيب هنا
ارجع ورا، انا ما شفت اصلا في البروتوكول في يا اخي والله كنتوا بتحبوا الشو وعور عوارة، وربنا سبحانه وتعالى بس امسح ذاكرتنا انه ما نتذكر عباطتكم دي يا اخي. ده حاجة فضيحة، دي الهبل ده، اي واحد فيكم اهبل من التاني، دي درجة كفاءتكم في الهبالة. وقت خالد جابوا له الصورة دي، طيب قلت شنو انت يا خالد؟ قال اسمعوها مني هنا بوضوح، يعني خالد داري يصيغ كلمة اسمع العربي ده، العربي ده واضح. فقام خالد ما بيقدروا يطلعوا من المصطلحات اللي انا ساجينه فيها، الكلام ده يا اخواننا ما هزار، الناس ما بيقدروا يتكلموا بمصطلح، يا اما حاجة انا قلتها يا رد علي، انا والله الناس المسيطر عليهم تماما والله العظيم ما بيقدروا. ليه؟ لانه انا بدي منطق وحجة، فاي كلام فيهم بتلقى فيه رجفة او تلميح لحاجة قلتها. فحس خالد الليلة قام قال شنو؟ ركزوا كويس لانه ده الامتحان بتاع شنو؟ بتاع الثلاثة لايفات اللي فاتت دي، الليلة انا هختبركم، هديكم ليها مبشرة واضحة. ضربنا امثلة للمنطق وضربنا امثلة للتركاية من امبارح سيد في العميد طارق، وشغلنا مدحة واتكلمنا الليلة عن تركاية في حاجات كتيرة، شرحنا المسرحية. يلا انا داركم تعرفوا التركاية دي هنا وين. الواد خالد قال اسمعوها مني هنا بوضوح، لا للحرب لا للدعم السريع لا لسيطرة الإسلاميين على القوات المسلحة، قال ثلاثة لاءات، قال لا للدعم السريع ولا للحرب ولا لسيطرة الإسلاميين على القوات المسلحة. الكلام ده عقلاني نعم، منطقي لا. الخلل وين في الصورة؟ أوجد الخلل في الصورة. عندكم 12 ثانية، تك 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 ما عرفت الخلل وين. قال لا للحرب في كلمتين، لا للحرب. قال للدعم السريع، لا للدعم السريع في كلمتين، لا للدعم السريع او ثلاث كلمات. لما جه في الجيش ما قال لا للجيش السوداني، قال لا للإسلاميين المسيطرين على الجيش السوداني. لماذا لم يقل خالد سيك لا للقوات المسلحة المدجنة، القوات المسلحة التابعة للفلول؟ يصبغ الكلمة قبل ما يتكلم عن الجيش، ورى سبب رفضه للجيش، قال لأنه في إسلاميين قاعدين في الجيش. يا ولد يا غسان، خالص لك ده عنده يوم 6/4/2023 في قاعة الصداقة ورشة هيكلة القوات المسلحة، كان لابس فيه بدلة سودة، وقف في المنصة يوم عمك مشى فطر في الباقير البرهان من الوقت ده كاتمة، كان قاعد قدامه بالبدلة الزرقاء الولد طه عثمان ده، ما معروف هو شنو ده، الفيزيتر ذاته شكله ما معروف هو ذاته شنو طه عثمان، وكرسي فاضي او تاني قاعد عمر الدقير وقاعد واحدة من بناته ديل، او الاخ احتمال يكون الاخ حنان حسن اذا خانتني الذاكرة، اخ حنان حسن. قال سيرك في المنصة دي يا غسان، قال شنو؟ قال الان ان نعلنها بوضوح، لا توجد خلافات بين احنا المدنيين والمؤسسة العسكرية نهائي، واي كلام بيتقال ده كلام دعايات واعلام بتاع الفلول والنظام السابق، لكن الليلة اعلنها من داخل قاعة الصداقة، من داخل ورشة هيكلة القوات المسلحة، انه احنا المدنيين ديل والقوات المسلحة على قلب رجل واحد، وما عندنا عليهم اي ملاحظ. يقوم يوم 6/4 خالد يقول الكلام ده، يوم 15/4 الدعم السريع يتمرد على القوات المسلحة، خلال اسبوع واحد يتحول الجيش كله لاسلاميين وجيزان، سبحان الله.
سبحان الله سبحان الله. انت يا خالد وكنت يوم 6/4 قدرت هيكل الجيش وما عندك خلاف معه، بعديها باسبوع قام الدعم السريع يتمرد بامرتك انت واشرافك انت وتوقيعك انت على الاطار معه. جيت قلت الليله الاسلاميين مسيطرين على الجيش، جو من وين الاسلاميين؟ الغايد العمليات العسكريه في مدرمان منها اخوان، يا سرعاتها يا سرعاتها، ده اسلامي انت صرفه معارف النازل طبعا في اللجنه الامن. انا ما سالتك انت، انا سالت خالد سلك، يا سرعاتها ده اسلامي يا صرف؟ انت معارف اللجنه الامنيه بتاعت البشير؟ ولو ما كنت موالي للتنظيم والله العظيم والله العظيم رتبه الفريق دي البشير ده ما يركب لك، وانت عارف الكلام ده صرفه. احنا نكون واضحين مع الناس احسن. وانا ما سالتك انت، انا سالت خالد سلك، يا سرعاتها ده اسلامي؟ مشرف على عمليات ام درمان اسلامي ولا ما اسلام؟ خالد بس جاوبني. طيب ما في كيزان؟ اي في كيزان في الجيش ده حسي، ما كيزان يعني الضابط وضابطين، لا لا الكيزان عندهم فصائل عديل اسمها البراء، ما مداسينا الحاجة دي. براء دي والمشرف عليها منو؟ انتوا ما قلتوا مشرف عليها سرعتها. ليه اشرف على يا سرعته؟ لانه في واحد دعامي طلع قال انا ماشي اغتصب مرة الكوز واسرق بيته وامشي انهب امواله دي حقتي. قاموا الكيزان قال انت ما حاسبتهم يا خالد، وكنت خالين في المجتمع وفي المؤسسات وما لقيت عليهم حاجه، قاعدين في السودان لقوا روحهم مستهدفين. قالوا يا اخي احنا نمشي يغتصبوا بناتنا ويسرقوا اموالنا ولا نمشي نخش في كتيبه؟ مش عملوا كتيبه يا سرعته؟ يقول لهم شنو؟ ياسر قادر يوفر للناس دي حمايه للشعب كله بفئاته، باليساريين بغاضبون بالمقاومه بالكيزان نفسهم حمايه من الدعم السريع، ياسر قادر يوفر؟ لا. قال اللي بيقدر يحمي نفسه اللي يشيل سلاح اللي يجيني يحمي نفسه. ايوه في اسس كيزان قاعدين برا عندهم اماره براهم وعندهم جيش راسه عديل، ما داخلين في جيش القوات المسلحه ده ذاته. الموضوع ده ما مدسوس، لكن انا بسألك يا سرعته ده اسلامي؟ رأيك شنو في البرهان، اسلامي ولا ما اسلامي؟ ها البرهان ده انت كمان ما عارفه يا صرفه؟ ها البرهان ده يا اخي البشير ده كان معين المفتش. انا ما سألتك انت، انا سألت خالد سلك، برهان ده اسلامي ولا ما اسلامي؟ سين جيم 1 2 3، انت قاري سياسه عين، نشتغل مع بعض سريع عشان نكسب زمن الناس. برهان ده اسلامي؟ اتأسلم بيتين، اسلم بيتين هو ذاته كده، اسلم بيتين دي خليه اسلم بيتين ذاته البرهان. لحد يوم 14 طه عثمان قال انا مجتمع مع البرهان 9 صباحا ووافق على الاطاري. الواثق البرير في قناة الجزيرة قال وافق وقال كنا مجتمعين معه في الغيادة. لحد ما حميدتي جه حاصر الغيادة العامة جاب دباب، هل كان جوا الغيادة البرهان ولا حميدتي؟ لا هو العقلانية أخصرفة حقيقة بتقول إنه طبعا الجيش عنده مصلحة في إنه يعني يعيد النظام السابق، ودي حاجة طبعا يعني كده يعني، فعشان كده الكيزان الأثروا على الجيش هم اللي خلوه يتمردوا. أنا سألتك سؤال واحد، هل كان جوا الغيادة العامة محاصر البرهان ولا حميدتي؟ البرهان. يبقى كيف البرهان اتمرد؟ لا لا ما هو طبعا انت ما تاخذها بالتصور بتاع الكيزان اللي بيسوق بيه القطيع حقك. انا ما سالتك ده كله، انا ما سالتك منه، انا ساي قطيعي، انا بتاع لف ودوران، انا فلول، انا ما سالتك من ده. سؤال بسيط، نشتغل مع بعض سياسه سريعه اخوانا عشان الناس اللي دارت نوم، وانا دار امشي الدبل نوم يعني. انا لو صاحي في الكوكب ده بتلعبه احسن امشي انوم. فانا بسالك سؤال سريع 1 2 3، انت خالد سلك حاصر القياده البرهان ولا الدعم السريع؟ لكن هم، انا ما سالتك اللي استفزاه والحركه والوجه والقلو يوم 8 لحد يوم 14 ديل 7 يوم، ديل 8 يوم، 8 يوم الدعم السريع كان حاصر مروي وما سالتك منه. 13/3 حمدتي في القياده بتاعته كنت قاعد انت وياسر عرمان ومريم الصادق وحمدوك، حضرتوا الاجتماع حقه اللي قال فيه انا ندمان بمشاركتي
في انقلاب 21 اكتوبر، ده اسمه التمرد اليوم ذاك، حميت اعلن تمرده وسافر اريتريا بدون علم البرهان، وسافر الامارات قاعد اسبوعين بدون علم البرهان. تقول لها تمردات دي انا ما سالتك منها ولا جيت جنبك، انا قلت لك اللي كان قاعد جوا القياده في مكتبه وبيته منه حميتي ولا البرهان؟ البرهان المشهد الثاني حميتي ولا البرهان؟ حميتي شارك في الجريمه دي حميتي ولا ما شارك؟ لا هو استفزه، لا 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 هو استفزه اصلا، الفلول كانوا بخططوا. انا ما سالتك، انا ما سالتك سؤال، ده سين جيم بتاع عسكريه 1 2 3، نخط القصه لانك انت محايد وقلت الليله لا للدعم السريع. لماذا لم تقل لا للجيش؟ لانه خالد سلك التوجيهات الجاته الان انه يرخو جناح الذل من الرحمه لاتفاق القاهره. لما البرهان مقرشهم في القاهره ما ساي، ما هم مقرشين في القاهرة ويمشوا مرة يغيروا لي النائب العام ويغيروا لي وزير الهنا واللجنة حتطلع، وكل مرة يطلعوا لي تخدير، في شغل بتاع تخدير بتيم. فخالد سلك الليلة جات المواعيد اللي هو يملص الكدمول ويلبس الكاكي، وطبعا ده كله هنا احنا كلام عقلاني لانه خالد بيحاول يحافظ على حاجة انا قلتها له، قلت له انت ما بحرسك في البلد دي الا الجيش، حتيجي تركع للجيش ده. فقام قال لي يا اخي انا ما بكره الجيش كله، لكن بكره بس الاسلاميين اللي جوا الجيش، حددوا لينا. كان انت راجل ودرجل، وريني اسماء الاسلاميين اللي قاعدين جوا الجيش الان، تفضل. في اسلاميين مسيطرين، لا تمكن ان تنكر ذلك يا 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 اخ صرف، لا لا انكر ذلك. انا ما بنكر اي حاجه، انا ما عندي شغله بالجيش ده. جيشي في الشارع، انت كده يا خالد، انت كان اسمك خالد سيلك، وابوك سيلك جد جد. وراجل ود رجال، قول لي اسماء الاسلاميين المسيطرين على الجيش، بكره الصباح احنا بنجيبه لك بره نرقيهم اول حاجه، والله يا يعني ده البلوكم، والله نرقيهم. لكن كده يبقى راجل قول لي الاسلاميين المسيطرين على الجيش. اخواننا هنا هنا في شغل، الناس توعى، الناس توعى. احنا الان تعدينا مرحله الوعي لمرحله المنطق. كلام خالد منطقي، قال لا للحرب صح وانا معه، لا للدعم السريع وانا معه، لا لسيطره الاسلاميين في القوات المسلحه انا معه. لكن اقوم اقول له يا اخي بالمنطق، ممكن احنا هل الجيش كله كعب؟ خالد قال ما كل الجيش كعب، عشان كده ما قال لكم لا للقوات المسلحه، ما قال كده، قال لا لسيطرة الإسلاميين، حدد فيها معينة مسيطر على الجيش، إذا استأصلناه الجيش بيبقى بيور، خالد حيرضى عنه، قوم ادي ناس مع الناس الإسلاميين، يلا خالد 1 2 3 نبقى رجال كده نشتغل سريع سريع ننظف جيشنا، 1 2 3 اديني اسمها الاسم الأول. كباش إسلامي. لا لا هو الموضوع ده صرفه ما في الغادة. ليه ما في الغادة؟ يعني حاسس عسكري بيقدر يأتمر بأمره ولا يحرك له دبابة بدون قيادته؟ ولا انت قصدك القياده الفوق دي هي ماشيه للسلام؟ انت يا خالد لو في حاجه عافصه تحت السرير بتاعك، تحت رجل السرير ده، هي امرقه. كان في حاجه يا خالد امرقه، التلاميح الكتيره دي والله ما بتنفع. برهان ده حامل ولا ما حامل؟ ورينا عديل يعني. في حاجه تحت كتير احنا ما عارفين، انت عندك شغل بتحت؟ انقطاعاتنا لن تتصل ولا شنو انقطاعات؟ اتصالاتنا لن تنقطع. اتصالاتنا لن تنقطع مع الجيش. يعني امرق بعد ده، امرق يا خاينه. انت قاعد تتفضل في البرهان ده، في حاجه؟ في حاجه كده ولا كده البرهان؟ لا والله. وقول لنا يا خالد انا جاهز يعني، ماكل مكرونه باللحمه المفرومه، شارب بيبسي واقف شبط. ما تصدمني، لكن قول لي البرهان ده في حاجه كده ولا كده؟ اتوقع بيبي ولا حاجه. انتوا متوقعين حاجة؟ في ناس متوقعين حاجة يا خالد؟ خالد خالد انتوا متوقعين حاجة؟ برهان ممكن نسمع أخبار مفرحة، برهان مع حنان، حنان مع منو تاني؟ لا تليق، قال لك حنان لا تليق بك. حنان لا تليق بك. في حاجه كده ده؟ ما هو كلامك ده يا خالد، تلاميحك كثرت يا خالد، والله انت بتلمح كده. يعني انا يعني انت بتقول لي انه الجيش موافق على انه يوقف الحرب،
والجيش موافق على التفاوض، لكن ما قلت لي كفاحا، قلت لي المسيطرين الاسلاميين. انت الامور بتاعت يعني انا احتار والله العظيم. هسي صلاح جوز لو مرق لك ورقاه يصغيرونه كده زمن تجنيدك انت وجامعة الخرطوم، ودوكن اتحاد جامعة الخرطوم انت ومحمد الفكي ومحمد التعايش واخد محمد الفكي اللي اسمه ما مسكوا لا في اوج صدارة الكيزن مسكوا اتحاد جامعة الخرطوم. خالد يا اخي نحن نشتغل 1 2 3 يا خالد يا اخي، سو سياسي 1 2 3. ها الناس المنطق، احنا في المنطق. خالد قال لا للحرب قلنا له معاك، قال لا للدعم السريع قلنا له معاك، جه في الجيش قال ما لا للجيش كله، حته صغيره من الجيش الاسلامي قلنا لا حددوا ناس بكره صباح نمرون. تفضل كباشي معاهم، كباشي كباشي معاهم، ياسر ياسر معاهم، ابراهيم جابر معاهم، منو المعاون لحد يوم 46؟ انت قلت ديل ما اسلاميين، وقلت ديل انا حوقع معاهم اطاري، وقلت ديل احنا ما عندنا بينه وبينه خلاف، بيتين يتأسلموا النازل ويتكوزنوا، وبيتين بيقوا يتبعوا الحركة، وبيتين خالد نشتغل منطق. الكلام في شكله عقلاني لكن يفتقر إلى المنطق. هنا أنت بكرة الصباح هتعمل برودكاست يا في 106، يا يجيبوك في اليوتيوب الواد الغسال بتاعكم داك، يا هتطلع في تيك توك مع سفيه الحمدابي. أنا ردي عليه هقول له والله هتشوفني في السودان قدام عينك وقريب كمان، تطلع بكرة تورجخ في حتة تانية واتهموكم يا خالد انكم انتوا في يعني في حاجات كده ترد عليهم بشنو؟ هتطلع بكرة كلام الكيزان والفلول اساسا هم حافظينه. انا ما سألتك من ده كله، الدراما بتاعتك ده انا حافظها كله حافظه. من الاسلاميين المسيطرين على الجيش؟ اتفضل قول اسمه. انت بتطلع تقول انا البرهان بالاسم ما معترف بسيادته، البرهان قال انا ما معترف في اكبر من البرهان تاني، تاني ما في اكبر من البرهان، اتهمت انه ما شرعي وما معترف برئاسته وما معترف بسيادته، وقلتها في قناة الجزيرة يا خالد يا خالد يا خالد. تطلع الليلة تقول لي والله في اسلام، طب قول اسمائهم يا اخوانا. شنو الدسدسة يا الدسدسة شنو؟ امبارح سيادته طارق كجاب قال لي في حياتي انا اقول لك في حضانك، جينا لي خالد سيري قلنا زول منحرف وزول تقدمي وزول اصلا ما عنده قيمه في اي حته في الكوكب، وارخص من الحته اللي بيمشي خالد ده لو خش الحمام ارخص من الحمام والله العظيم. خالد ده مخرجاته اغيب منه والله، تحسيبه بعد كم سنه تضربه بالكربون بتاع شنو ما عارف بتطلع لها قول 3 جرام بتاعت بترول ولا تعمل لها معدن اصيل، هو ده قيمته شنو ده؟ يلا يا خالد انت زول متهم في اخلاقك وفي سمعتك، متهم انك بعت امك واهلك وبعت فداسي ودعامي، يلا بس خايف من شنو تاني؟ قول من الاسلاميين المسيطرين على الجيش، ابقى راجل قول. تفضل كلام منطقي لكن ما فيه حجة، كلام عقلاني لكن ما فيه منطق، ما فيه منطق هنا. فلما تسأله تقول له قول هيطلع بكرة يلف لي ويدور والاسلاميين والكيزن. خالد الدراما دي انا حافظينها وخشينها معاك عشرات المرات. سؤال واضح، منو الاسلاميين الف الجيش؟ طيب منو الاسلاميين المسيطرين على قيادة الجيش؟ هل البرهان ده يخضع لسيطرة الاسلاميين ولا كلمة الجيش دي انت قصدك الجيش الشارع؟ هل قيادة القوات المسلحة تخضع لسيطرة الاسلاميين؟ قول لي عديل، دي ما بتقدر تقولها لكن قولها ليه. الخارجية المختطفة، أنا الكلام بتاع صلاح مناع ده ما بينفع معي. صلاح ده ربنا خلقه لنا مسخرة أرجوز حاجة كده يعمل سلبة، يعني يتكلم كده يتمسخر فيه ونشوته بالجزمة ونبقى مرجل ونكسب أجره حسناته لله الحمد والمنة. ده كلام ما بيقسم معي، أنا داير 1 2 3. هل يسيطر الإسلاميين على قيادة القوات المسلحة اللي انت عاوز تقعد تفاوض في جنيف ولا لا؟ سيطر على الجيش كيف يعني؟ استمرار العمليات العسكرية ولا رفض التفاوض في جنيف؟ بيفرق طبعا.
تفاوض في جنيف، مشينا بشرط تنفيذ اتفاقية ده. الكيزان كسباني، ما مفروض يرفضه. طيب استمرار العمليات العسكرية، البرهان حسي واقف. والله قاعدين نطلع انا اقول لي تا اسمع يا برهان، الجيش ده ما قاعد تحت الكوبري، الجيش ده ما قاعد في كرري، انت الجيش ده حق ابوك ولا شنو؟ ما تفك فيك اللجام يا برهان. هو ماسك اللجام يعني انت اثر الاسلاميين في مسألة سيطرة القوات المسلحة؟ تفضل، بالعكس انت المفروض تصفق للاسلاميين اذا مسيطرين على الجيش، انسحبوا لك من مدني. الدوكري التفاوضي قاتل. لا لا الدعم السريع خش، لا 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 لا، احنا قابضين القائد بتاع الفرقه الاولى بتاع مدني ومختينه في الترباس يا اخواننا، ما تكذبوا كمان. الاسلاميين المسيطرين على الجيش اقنعوا الزول ده يمرق من مدني، ولا دي كانت هديه؟ هل الاسلاميين هم اللي قالوا للجيش انسحب من نياله؟ سلموها للدعم السريع. كرت التفاوض في 26 اكتوبر 23 قبل مفاوضات جده الثانيه. هل الاسلاميين قالوا للجيش انسحب من اليرموك جبل اولياء؟ طب دي ما خادمك؟ ها الاسلاميين ما حسي دعامك كده ولا شنو؟ نمشي معاه بالمنطق والحاجه دي الباب يتفتح. الموضوع ده ليه بكره ما بتقفل؟ انت زول حمار ساي، هي شويه انك تمسك ميكروفون تعمل لنا فيها فاهم، انت ما فاهم حاجه والله العظيم. واللي قال لك انك انت فاهم ده حمار. انت يا خالد حسي بترفع في وعي الناس. شوف أس المسألة دي اتحولنا من مرحلة المنطق ماشيين لمنطق تاني. هسي احنا مشينا عدينا مرحلة الوعي، كلنا جيش، ده وعي بالمناسبة. وما قدرت تخترقه انت ولا اعلامك ولا المجازر اللي ارتكبتوها ولا اللاجئين اللي عذبتوه ولا اي حاجة، ما قدرت تخترق الوعي ده، كلنا جيش. وكل يوم كل يوم احنا بنكتسب بالوعي وبالمنطق آلاف الناس اللي كانوا ضد القوات المسلحة، والليلة بيشيلوا سلاح. وكثير من الفيديوهات بتشوفها أحيي يا بنات أمي. انا بدون الوحة دي كان حكون حاجة تانية، كان حكون صرفة بدون وحة. Excuse me. واحد زعلان قال لك الانصراف يا معرب ما بيحترم جماهيره وبتاع، شنو؟ ما بيحترم جماهيره ويقفل فينا وما يقحقح فينا ويشرب في المويه ويجدع في الباغات وبتاع بعدين ما المفروض تحترم نعم؟ قلت انا كده؟ شنو؟ بتجنا الناس ديل في الـ في الـ في الـ في الـ في القضارف عندهم حاجة كده اسمها ال بتنزل المطر من السماء، سحاب تقيل، اسمها الخريف. قاموا الناس يعني دقيقة، أنا قاعد ضربت في يوزات، إحنا كنا في خالي السيليكا، نرجع خالي السيليكا، ما بتمر قهوة القضارف والمطر والخريف والنازحين. خالد دا أنا دار أوريك المعيار حقنا في حكم الدولة دي يا إخوانا. الناس تسمع الكلام ده وتعيه وتخطه في أضانة. معياركم شنو لحكم الدولة في المرحلة القادمة أيها الشعب السوداني؟ إذا أنتوا أبيتوا تقدم وأبيتوا قحط وبيتو حمدوك دارين منو يحكمكم؟ انت ايش دخل امك؟ اول بالاول سؤال زي ده الزول اللي بيسالك تقول له انت ايش دخل امك؟ ومنو اللي قال لك انه المعروض في السوق ده احنا قبلانين بيه؟ معيارنا يا خالص لك في حكم السودان ما موضوع ده اسلامي وما اسلامي، عندنا معيار بسيط جدا.
المعيار ده تاخدوه في مؤسساتكم، في البيزنس حقكم، في شركاتكم. صاحب كفاءة في حتات ما بتخشها لو لم تكن من الذين يرتدون الشراب الأبيض. نقطة عربي انتهى. احنا القصر الجمهوري ده تدنس كمؤسسة بتاعت حكم وإدارة دولة لما سمحنا زول ما لابس شراب أبيض يخش فيه. خالد سيرك ده لما كان بيتكلم قدام القصر الجمهوري وبيهتف بلعلة بقميصه المشرط ده البنكي الواحد ده وشبشبه شبط لابس شبط معفن ساية، فده دخل القصر الجمهوري تدنست المؤسسة بتاعت الكفاءة. البلبس الشرابة أبيض ده بكون زول دقيق وكفاءة وعارف. في مؤسسات ما انت ما لابس شراب ابيض ما بتخشها. عديل العربي ده واضح، ده معيارنا، ده معيار الكفاءة حقنا، والمعيار ده دولي بالمناسبة. والله العظيم اذا لم تكن من الذين يرتدون الشراب الابيض ده معيار دولي يا خالد. نوعك ده تاني والبتدافع عنه، انتوا الان زحيتوا من مظلة الحمر، كنت زمان تستظلون تحت مظلة الحمار صاحب الحافر والخوف. القصر الجمهوري ده خشاه وخوف وخشاه حافر وخشاه اضفر والله اتبشتن اتبشتن حليلك يا منو ده يا البنا البتاع ده حليلك يا هتلر هيس هيسكوس لا اسمه دقيقة الراجل الابيض دي عذبنا عذاب اسمه غردون غردون حليلك يا غردون غردون دي جاب شراب ابيض من بريطانيا قسما بالله والله العظيم. عنده صورة قاعد كده غالف كرة ما عارفة في الهند ولا وين، والله شراب ابيض يا اخي. الناس يعني مقاهمات يا بيبي جرابيع. هسي ده بيدافع عن الجرابيع وقال انا كجربوع طرف ثالث. انت جربوع يعني في النهايه خالص لك الجربوع. انا ما بسمح لك تحكم مواطن، ده انا ما بسمح لك. كان عندنا تاريخ والامه دي عندها تاريخ والناس توعى، وصنع السودان ده بالمناسبه في ظروف اقسى من كده لحد ما بقى حضاره، مره بظروف ومره باستهداف لا يمكن انك انت تتوقع وتتخيله. الناس اللي بتعاني من صعوبه الان، احنا بيننا وبين الانتصار اخواننا شبر ومتر وكوبري وشارع، والذي نفسي بيدي والله 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 وقسما بالله انتوا في اي لحظة هتنتصروا. طيب هننتصر كيف؟ مؤشرات الانتصار هتقول لنا كلام مالك عقار. مالك عقار طبعا بيقول تحصيل الحاصل. الحاصل شنو؟ الحاصل انه الجيش السوداني انتصر، صح ولا غلط؟ هسه ديل انتوا قاعدين في كرري تتبكوا، قاعدين في الجزيرة تتبكوا، قاعدين في سنار تتبكوا. احنا قاعدين هاي والداعش السريع متحرك هاي. طيب احنا لو فكونا اتحركنا بيحصل شنو؟ ما بنبلهم، يبقى احنا ماسكيننا ولا ماسكين الدعم السريع؟ ماسكيننا احنا، ماسكنا منه. ما بقدر اقول لك الا تجيب اضانك، جيبوا اضنينكم اوريكم ماسكنا. فاحنا منتصرين، بيننا وبين الانتصار تقدم كلمة واحدة، او بيننا وبين الانتصار قطع الكوبري، او بيننا وبين الانتصار الحلفاية، او بيننا وبين الانتصار جبل مويه، او بينه وبين الانتصار الجيلي. لو واحده منهم دخل القوات المسلحه السودان اتحرر. تاني الدعامي ما بينتظر الجيش ده، لو ما كنت تدور تاني ما بقيف. ده جيش الشارع ده ما مرتزقه ولا مدفوع له قروش، ده ماشي يدافع عن ارضه وعرضه هو نفسه ذاته، لانه لا قدر الله تحت اي ظرف من الظروف تم اتفاق مع الدعامه الجيش ده هيموت. والله يجي يسلخوه يصلبوه في السوق العربي ده، وحياة الله الدعامة دي اللي علقوكم بعدين كده. شفتوا زي
الاكل اللي بياكلوها السودانيين دي بيعلقوها في الحبل دي، السجق. بيننا وبين الانتصار ده كلمة تعليمات تطلع حسي. الجيش ده في حالة استعداد له اسبوعين، استعداد ما استعداد اللي بتعرفوه 100%، والواحد يقول لك والله ضربت القيادة واتخالتي قائد مع جبهة الاستعداد، لا لا لا، اسمه انذار عمليات. انذار عمليات يعني انت مارق ما شايل قبال كلاشك بتشيل كفنك. الناس دي برضه تشابه زي الخيل، والله العظيم والله العظيم حماس فوق. الناس دي عارفة الانتصار بينه وبينه شبر. طيب سيادة برهان مالو ما قال لنا امشوا. نجي هنا للتركاية سيادة طارق. شوف شوف التركاية الحلوة دي. موضوع الخوف ده طبعا كانت مريم الصادق وزير الجمهورية بالخوف. فجغك 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 بيرفعلك داخل فجغك من الباب برا، فجغك فجغك فجغ 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 بتمشي على أربعة يعني. طيب يا سيادة طارق أوريك التركاية العظيمة. الجيش السوداني انتصر، والمثبت من الانتصار المسيطر على الكوكب، تمام؟ والحرب دي انتهت، واي زول في الكوكب عارف انه الحرب انتهت بينه وبين اعلان الانتهاء وانتصار القوات المسلحة. فكت باب المدرعات، فكت باب القيادة العامة، فكت باب العمل الخاص، فكت باب جيش النار، فكت باب الهجانة. طيب الزول المسيطر على الكوكب هل هيقبل الحرب دي تنتهي بانتصار القوات المسلحة؟ لا. ليه؟ لأنه إذا انتصرت القوات المسلحة انتهت الحرب بانتصار القوات المسلحة. مصطلح جديد نحن نحفظه عندنا، وين بيكتبوا التاريخ؟ وين الفدائي والكنداك اللي بتكتب التاريخ؟ اكتب الحتة دي، وأنه في هذا التاريخ يبنى مصطلح جديد، انتهاء الحرب بانتصار القوات المسلحة، وانتهاء الحرب بالاتفاق بين القوات المسلحة والدعم السريع. ما الفرق بينهما؟ أمريكا، إمارات، مصر تشاد من مصلحتها إنه الجيش ينتصر باتفاق، ما الجيش أو الحرب تنتهي باتفاق، ما تنتهي بانتصار، لأنه الجيش السوداني لو انتصر ما حيكون انتصر الجيش الكاكي الأخضر، حيكون انتصر الشعب السوداني. تاني الشعب ده بعد ما ينتصر هل في زول بيقدر يسيطر عليه خلال 1400 سنة قادمة؟ هل حتقبلوا بحكومة انتقالية يجوكوا الناس بطيارات دي اللي بيجوا لابسين شراريب ملونة؟ حمدوك ذاته كان لابس شراب ما برجع، هذول معفن سه لابس شراب ابيض وين. من مصلحة أمريكا إنه الحرب تنتهي باتفاق وليس انتصار، وجهات عليا في القوات المسلحة تستجيب للضغوط الأمريكية بإنها توقف القوات المسلحة من مرحلة الاكتساح الشامل. عشان كده كل شوية بيستعجلوا لك في خطوة اتفاق، القاهرة، جنيفا، منامة، هنقدم تنازلات، تعالوا لينا، هنضربوا لكم تلفون، أما محل ما تجوا يا برهان، يا برهان يا كاهن، يا شيفز، أيوة المساعدات، ده كله عشان ينهوها باتفاق. الاتفاق بيضمن لهم وجود الأذرع بتاعتهم في السودان تحت حماية الشعب السوداني، لا تحت حماية القوات المسلحة. اللحظة دي هتتحول القوات المسلحة لحراسة لقادة الدعم السريع وقادة التقدم. يبقى أمريكا الرواب حقها في السودان ما انقطع، لكن لو انتصر الجيش اللي هو ده يعتبر انتصار الشعب السوداني، حنمشي نفتش الدعامة بيت بيت في السودان كله، حنمشي مجموعة مجموعة، حنكون 6 مليون. ده دعامة هنا فجر،
غاحاتي هنا فجر يا بلبوسي، هنالك غاحاتي خلفي، فتعال فاقتله. والله العظيم جد امريكا التجربة دي بالنسبة لها راس ضارب، يحلوها كيف دي؟ جبرنا البرهان وجبرنا القيادة بتاعت الجيش وحظرنا منهم السلاح، والجيش الآن مكبل والجيش مقيد وطيرانه مقيد، والقوات المسلحة دي قاعدة هسع دي بيبكوا لأنهم بيموتوا بالملاريا والكوليرا حاضر في المعسكرات، والبرهان ما قدر يطلعهم يستشهدوا، وهي نفس الموتى بينه وبين الشهادة وبين دخول جنة عرضها السماوات والأرض ويشفع ل70 من أهله، ويكون دمه طاهر، الدم الطاهر حق الشهيد ده هو يكون سبب انتصار. البرهان قال له ما تمشي. ليه ما قال له ما تمشي؟ لانه فوق في زول مدور القصه. الزول مدور القصه ده لقى الموضوع ده ماشي في الحيطه، موضوع الاتفاق ده يعلن وانهزام الدعم السريع ده سويعات، او يجي زول كده يمشي يتفق مع الدعم السريع يديهم 75%. هي جاي انت الجزء هتعمل ليش؟ ده ما هيفجغك انت والدعم السريع وقحط اي زول بيلف ويدور الجزء ده لو شهرهرايه. وانا مؤمن وواثق ان المعركة دي بينهي الله عز وجل بانتصار الشعب السوداني، والشرارة بتجي والله ساعات، يوم يومين ثلاثة، انتوا حشوفوا الانتصار قريب وحشوفوا هزيمة وفرار الدعم السريع، وانهم والله حينجوا بانفسهم عراية في الشوارع، وحيقطعوا الانهار سباحة، وحيتلبوا من العمارات من فوق، حشوفوا آلاف الدعم السريع قاعدين في عمارات، حشوفهم بيتلبوا قدام عينكم، حتشوفوا آلاف الناس اللابسة جلاليب بيضاء وبناطلين وتياب، ديل متعاونين مرصوصين مربطين بالجنازير، أقسم بالله العظيم جد أراه عيانا الآن. آخر خطة ليهم إنه ننهوا الحرب باتفاق، وإحنا بنقول للبرهان كلام ده ما بيحصل، وكل ما تجرجر في القصة دي بتزيد مخزون الانتقام عند الشعب السوداني، وتاني ما بتقدر تسيطر لا على الشعب ولا على الجيش. النصيحة مرقناها وما عندنا حاجة تاني. الناس تمشي تنوم بس، ما عندنا حاجة.